صبايا بيت الحكاية من زمان ويايا مشوار طويل على الهوا صبايا بيت الحكاية من زمان ويايا مشوار طويل على الهوا سنة وانت طيبة وانت طيبة ودايما يقولوا كل سنة طيبة دي طيبة يعني كويسة انت بقى فعلا طيبة يعني انا بحس ان انت طيبة قوي صح؟ ما اعرفش ما حدش يقول عن نفسه طيب بس الناس بتقولك كده صح؟ عايزة اسألك عندك كم سنة؟ ايه؟ البداية ضرب نار كده ضرب على فكرة انا الوحيدة في العالم الظاهر اني بعتبر السؤال ده عادي ايوه انا مش فاهم انا شفتك في حلقة بتقولي سنك عادي كده ازاي اصل انا سني مدون في النقابه موجود على النقابة. جوجل موجود على السوشيال لا جوجل ثلاث ارباعه حاجات غلط وانا يعني انا متاكده يعني انا اصلا انا في ناس كاتبيني طبعا مواليدي حاجه و60 مش عارفه ايه ده ويكيبيديا بتعملها ايديت بنفسك الايديت تقدري تعملي طب قولي لي بقى ليه الست مش بتحب تقول يعني مش بفهم ليه مش بتحب تقول سنها ما بتحبش تقول سنها علشان تبان صغيره في عين الجمهور لا مش ده الست عامه مش الجمهور يعني الست عامه مش الفنانات فقط أوكي. يعني الست عموما بتحب تفضل شكلها صغير ويتقال عليها انها صغيره وكده يعني ده طابع في الستات فكرنيش بحكايه شكلها صغير لا ويتقال يعني يتقال لهم فاهمه يعني ما بتحبش تقول سنها لا يعني انا كنت دايما بسعى ان يبقى شكلي صغير لا بس انت يا قمر جدا والله العظيم والله العظيم بالستر قمر بالستر وحياه ربنا فبس هي انا بحس ان سني زي اسمي فاهمه مش عايشه لسه مش عارفه اتهرب منهم يعني رندا طلعت عملت 12 سنه فسنه كذا اللي هو لما كنا بنقول الحاجات دي ورا بعض ما بتقولش. كنا بنقول لا خلاص بقى بس انا لسه بنيجي عند وعي سن ونقف اكيد في فرق سن رهيب بيننا لا مفيش الكلام ده لا بقول لك انا شفتك وانت صغيره بقول لها انا كنت بشوفك في المسرح كنت بعمل ديو دراما مع فنان مجد الخطيب وانت صغيره وجايه مع مامتك كلمينا بقى عن مامتك شويه ماما بصي ماما هي بوابه الفن بالنسبه لي هي مش اللي ساعدتني علشان اخش لكن هي اللي خلتني اشوف العالم ده انا كنت في مسرح السلام فاكره قالوا لي دي واحده عبقريه بتعمل ملابس بتشتغل في الملابس طول الوقت كده ديكور هي بصي ديكور. زمان انت كنت تقدري تاخدي في المعهد قسمين مع بعض فهي كانت قسم ديكور وقسم تمثيل هي خريجة في الجامعة الأمريكية كده برضه براكتسز اند ديزاين يعني تكنيكال تيتر براكتسز اند ديزاين بس دلوقتي خلاص دلوقتي لازم تبقي خريجة قسم واحد اوكي فهي تمثيل وديكور اشتغلت ممثلة
فتره صغيره جدا. بجد؟ مثلت مع احمد زكي ومثلت يعني مثلت حاجات مهمه. حطوا لنا صور ليها او حاجه. وبعدين بطلت تمثيل على طول واشتغلت في الديكور بقى بعد فتره طويله بعد ما احنا كبرنا انا واحمد اخويا يعني مش كبير يعني كبرنا اللي هو يعني اللي هو بقينا في اولى ابتدائي مثلا ثانيه ابتدائي. وباباك فين؟ موجود الحمد لله. بابا يعني لا بابا كمان بابا يعني بابا ليه فضل كبير جدا على في تكوين شخصيتي. متجوزين ولا منفصلين؟ لا بابا وماما منفصلين من زمان يعني كبرت ايه ومنفصلين اصلا. كبرتي ولا وانت صغيره يعني؟ لا يعني لا يعني يعني اقصد انا وعيت على الدنيا لقيتهم مش مع بعض. ومامتك نص انجليزيه؟ مامتها انجليزيه. مامتها انجليزيه لكن ما عشتوش في انجلترا؟ لا لا انا ما عشتش هناك. هم راحوا وكلهم النص ده كله معايا. مع انك شعرك مش اصفر وكده ما انا بقول لك طالعه طالعه البابا واخده اكتر جينز من الناحيه بتاعت وما ساعدتيش خالص انك تبقي اجنبيه او تعيشي في انجلترا او تاخدي باسبور؟ لا مع ان هي مع كل اهلي النص ده كله معايا الباسبور ما عدا انا. ليه بقى؟ يعني في اصلا منهم ليه؟ علشان انا مصريه 100% يعني بجد يعني فاهمه اللي هو حتى النخاع مصريه وزملكاويه الاثنين. والله يعني ما اقدرش كنت احس ان انا اجمع ما بين باسبورين. مش الشخص اللي يقدر يعمل كده. ولو هعملها كنت انا صغيره بقعد اقول لهم دي دوله استعماريه استعمرتنا قبل كده. عارفه وانا طفله قوي كنت زعلانه جدا او حياه ربنا اقول لهم ازاي يبقى معانا باسبورها؟ لان انا كنت بدرس ده في التاريخ والجغرافيا يعني ان هو يعني احنا في الدراسات الاجتماعيه ان هي استعمرتنا فتره طويله. انا فاكره ان كان في طبعا نصوص معاهدات وحاجات كده بس انا ما كنتش بحفظ حاجه. لا انا كنت 60 من 60 100 على 100 10 على 10. والله انت اصلا ثانويه عامه جبتي مجموع وكده؟ ثانويه عامه من غير ما افتح كتاب بس يعني انا بخش الحصه ما بعملش حاجه غير انا قاعده مركزه مع المدرس اللي بيشرح. ما فتحتش كتاب. جبتي كام؟ جبت 91 تقريبا بس ما فتحتش كتاب يعني ما 91 بس فعلا والله من غير اي من غير مذاكر مش هقول ما باخدش دروس انا اقدر اقول سني بس ما اقدرش اقول جبت كام عشان هتبقى كام. جبت 65% برضه قلتي في الاخر. وكان الجامعه الامريكيه حاطه مينيمم 65% فبالظبط بالظبط بس كنت بتدفعي كتير قوي. ما انا عارفه كانت غاليه جدا. لا يعني حسب انت جايبه كام. يعني لو جايبه خايبه تدفعي اكتر بكتير. انت عارفه بابا ساومني ساعتها. بصي بقى لازم اقول لك الموضوع ده. بابا مهندس معماري هو اللي باني مسرح الهرم وباني مبنى الاكستنشن تقريبا بتاع مبنى البورصه المصريه وباني مسارح وكوزموس اللي في عماد الدين. مسرح الهرم بتاع انكل فاروق صبري الله يرحمه طبعا يعني 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 انا مش قادره اقول لك انا زعلت ازاي لما توفى لان هو انكل فاروق كان حد من الناس اللي اثرت فيا جدا وانا صغيره. ومسرح الهرم ده اتبنى وهو لوكيشن لان في الاول خرسانه والحاجات دي لان بابا مهندس معماري فانا فاهمه في الموضوع فكنت ببقى واقفه معاه يعني بشوف الكلام ده كله. فبابا كان نفسه اطلع مهندسه اكمل ايه كل بقى الابهات وكده اللي هم اللي بيبقوا عندهم بروجكتس كبيره بيبقوا عايزين عيالهم يطلعوا زيه. طبعا. فقال لي هاتي المجموع اللي انت عايزاه بس خشي علمي رياضه وهدخلك جامعه امريكيه. كانت دي حلم بالنسبه للشباب وقتها والله. كل يعني كل الكوميونتي اللي حواليا مش راضي عن حاله. انا بقى كنت عايزه ادخل معهد فنون مسرحيه مرضيش. والله اهلك اللي دخلوكي جامعه امريكيه وقلت لهم لا وقعدت بس قلت لهم انا خايبه في كل حاجه مش هينفع ادخل حاجه غير مصر. قالوا لي في الجامعه مش هينفع ادخل حاجه غير مصر. بضحك عليهم طبعا. وبعدين الجامعه تقدري تخشي اي حاجه انت صح قلت لهم مفيش. قالوا لي انت لازم تدخلي مسرح بس. دخلت مصر يعني دخلت جامعه امريكيه مسرح. بس طب حلو برضو ان درستي اللي انت عايزاه. يعني مش تقولي سنك كام؟ وحش قوي السؤال ده. محير قوي. وحش قوي. محيرة يعني انت. يعني لا بالعكس انا زي الناس انت اللي من غيرنا خلي بالك. بجد؟ انا زي بقية البشر. عندك ولد واحد صح؟ ربنا يخليهولي. عنده 14 سنة لو حسبنا. بس بقى كان عندي 14 سنة لما خلفت. جوزتي مرة واحدة. غريبة قوي. ليه؟ لا يعني موضوع يعني اللي هو لا خلاص بقى.
مش يعني مش عايزه. في ستات بتبقى بتربي ولادها بتبقى خايفه تتجوز لباباهم ياخد الولد مثلا، ولا مش دي القصه؟ بصي هو انا يعني ايه طيبه يعني انا مش بحب اقول على نفسي كده، بس ده الامبريشن اللي متاخد عني، بس ما بخافش يعني مش هو ده يعني مش هو ده بس مش هو ده الحاجه اللي انا خلتني ما اخدش قرار زي ده. لا القرار ده انا خدته بناء على بقى انت واخده قرار مش ما جاش حد او ما قابلتيش حد. لا انت واخده قرار انك ما تتجوزيش خالص طول عمرك؟ لا ما اعرفش بكره في ايه. لا لحد يعني قرار بس بقالك قد ايه؟ لا يعني القرار ده بيتجدد يعني بقالك قد ايه؟ العقد اللي باخده مع نفسي كل يوم بقالك قد ايه؟ بمد العقد يوم كمان. لا كتير 14 سنه 14 سنه من غير شريك حياه ومش لا وقبل ال 14 سنه يعني بقالي السنين كلها ومش حاسه. اتجوزتي سنه واحده شهر شهر بس انا خدت يعني القسيمه بعد سنه. اتجوزتي شهر واحد في حياتك كلها؟ طب مش حاسه ان ده غريب شويه؟ يعني هل مثلا انت انا بحس ان انت شخصيه قياديه وبتعتمدي على نفسك قوي، هل بتحسي ان انت ما عندكيش احتياج ان يبقى في عندك شريك حياه؟ طب ما بتحسيش بقى كانثى ان انت عايزه تحبي وتتحبي وكده؟ بصي هي انت بتقدريها بتحسي ده كتير ولا بتحسي ده، ولا يعني احتياجك لفكره ان انت يبقى عندك بارتنر هو اللي طاغي اكتر، ولا انت يعني بتفكري في لو مش طاغي على يومي او على ذهني وتفكيري يبقى خلاص يبقى انا فعلا مش محتاجه بارتنر. هو عايزه تقعدي تحبي في التليفون ووصلتي يا حبيبتي والحاجات دي؟ لا بتجيلي بتاعت الاول دي، الحاجات بتاعت الاول دي مره كل سنه ونص بفكر في يعني الحاجات دي يعني. بس قابلتي ناس اعجبتي بيهم؟ لا بتجيلي ان انا عايزه اعمل يعني عايزه احس ده الاحساس ده بيجي يعني. لكن مش ممكن تكوني 14 سنه ما اعجبتيش بحد ولا حد اعجب بيكي؟ مش ممكن. لا 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 يعني كل الناس اللي بنشوفهم معاكي على السوشيال ميديا او رايحه حته او جايه من حته دول اصدقاء؟ طبعا مفيش ولا مره كان في حتى اعجاب؟ لا 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 مش علاقه. لا 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 خالص. يعني قلبك لم يتحرك 14 سنه؟ لا لا يتحرك اصل بصي دي حاجات يعني ما اقدرش اقولها قوي لان هي بتبقى حاجات خاصه يعني حتى لو اتحرك مثلا ممكن يتحرك من ناحيتك انت بس صح؟ يعني مش لازم يبقى موضوع. لا انا قصدي ما كانش في موضوع وباظ يعني فاهمه، لكن اون سوشيال والناس اللي بتصور معاهم وبتشوف معاهم كلهم يعني كان في مواضيع وباظت ولا لا؟ لا 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 مش لدرجه مواضيع. لا بجد؟ لا والله. عملتي كده ازاي؟ قصدي حاجه كويسه ان الواحد يعرف يقعد لوحده او يبقى لوحده، ازاي قدرتي تعملي كده؟ هو بصي هو مبدئيا يعني انا بشوف يعني دلوقتي بس فكرت فيها على فكره يعني دلوقتي بس ممكن ارد على السؤال ده لان عمري ما سالته لنفسي. ممكن يكون علشان بتكلم مع نفسي كتير قوي ومتصالحه معاها ومش بسيب حاجه جوايا كتير هحكيها لك هحكيها لنفسي هقعد اتكلم مع روحي مش بزعل من نفسي كتير بلوم نفسي بسرعه وبخلص المواضيع مع نفسي بسرعه فمتصالحه مع روحي فاقدر اقعد معاها لوحدي. فاهمه قصدي؟ يعني انت مش من الستات او البنات اللي بتعتبر انها مش متجوزه ان حظها قليل؟ لا خالص. ليه؟ لا لو انا كنت عايزه اللي بيعوز حاجه بيعملها اللي بيعوز حاجه بيعملها واللي بيحط حاجه في دماغه بيعملها وانا شخصيا بالذات لو حطيت حاجه في دماغي هعملها. هل التجربه الاولى خلتك خلاص مش عايزه تعملي كده تاني؟ يعني في ناس لما بتمر متهيألي ان الشهر ده يعني كان في عدم تفاهم رهيب خلاص بقى عايز تبقي يعني تبقي لوحدك. الحمد طب لله. قبل الجواز كنت من البنات اللي عايز تتجوز ولا عايز تشتغل؟ لا قبل الجواز كنت من البنات اللي عايز تتجوز بقى. مع اني كنت بشتغل وكتير قوي بس انا علشان هارد وركر فكنت بقى ايه عايزه ارتاح شويه كنت حاسه كده. بتقعدي على السوشيال ميديا تقولي انا بشتغل حاجات كتير قوي غير التمثيل، رندا حابه تشتغل ايه؟ بصي في طبعا بروجكتس ما بيني وبين بابا في ايه زي ايه مشاريع زي ايه؟ في عندنا مطاعم، في عندنا انا طبعا شريكه في سلسله مطاعم معروفه، شريكه في حاجات تانيه برضه مطاعم تانية. كنت زمان عندي شركة دعاية وإعلان معروفة جدا برضه وكنت شريكة مع
يعني اكتر من بورتر. طب انت مشاركه في سلسله مطاعم ناجحه جدا. الحمد لله. الحمد لله. ليه لقيتك مره طالعه على السوشيال ميديا قلت في حد بيعيط على السوشيال ميديا غيري الحمد لله؟ ليه لقيتك طالعه بتعيطي مره وتقولي ان انت كل ما بتيجي تشتغلي ما بيجيلكيش شغل، حد بيقطع رزقك، مش عارفه ايه بتاع. مش هقول لك مين بيقطع رزقك، السؤال مش كده. السؤال ليه زعلانه على ان ما بيجيلكيش شغل تمثيل او بيجيلك ويبوظ او بيجيلك ويتسحب اما انت عندك حياتك وشغلك؟ اه بالظبط. بصي القهر في فكره ان حد حطك في دماغه لدرجه انه ريهام راح قعد مع الناس اللي هي شركائي علشان يشاركهم وانا اخرج. ليه؟ قسما بالله العظيم عمل كده. عايز يرجع لك يعني؟ لا عايز يضايقني. ليه؟ فاهمه قصدي؟ 14 سنه ده كتير قوي. ف حاجات بقى كتير تانية. عشان ايه؟ عشان لا يمكن تتخيليها. فتوى لا طويل هو قوي. لا يعني شر مطلق يعني فاهمه قصدي؟ يعني من غير سبب يعني انا ما عملتش حاجه خالص تخليه يعمل الرياكشن ده. يعني انت قصدي ان التمثيل لما ما بتمثليش بتحسي ان انت مش بتشتغلي؟ قصدي موضوع المطاعم وانك بيزنس وومن ده مش مالي عندك؟ لا مالي بس انا ما بحبش حاجه تحصل غصب عني. ما بتحبيش حد يقفلك في رزقك قصدك؟ ما يعني انا اقعد براحتي بمزاجي لكن ان حد هو اللي يكلم شركات الانتاج ويقعد مع مخرج ويقعد مع منتج ويقعد مع ناس واعرف قاعد مع مين واسمع مكالمه يعني وتجيلي الحاجات لغايه عندي لا يعني. بس انا كان بيحصل لي كده كتير قوي لغايه ما قابلت حد وقال لي لو مكتوب لك مش هيعرف حد يعمل حاجه. فاهمه؟ انا فاهمه بس انت برضو لما حد يبقى رصدك فاهمه بيشوفك بتعملي ايه وبيحاول يبوظهولك طول الوقت وبينجح في اغلب الحاجات يعني بينجح في ان هو يبوظهولك في اغلب الاوقات. ايه القوه يعني؟ لا مفيش. هو القوه الزن بس انه يقنع اللي قدامك ان مش لازم ريهام. بس كنت ضعيفه كنت ضعيفه جدا وانت بتعيطي بقهره. انا الفيديو ده مش هنساه لان كنت مش فاهمه بتبيني قويه قوي في اللايفز وما بتنزلي اماكن وكده وبعدين فجاه حصل حالة انهيار وكأن رندا البحيري بتبين انها مبسوطة خالص. لا انت عندك الاثنين يعني انت الشخص يعني عايزة الحقيقة والاصل كل حد خلي بالك قوي جدا 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 جواه فكرتيني جواه في الاخر برضو يعني جواه رقة يعني جواه حد يعني حنين يعني اصل بصي فكره انا اولا عمري ما بستعيب العياط ولا بشوف ان مش بتعيطي. كنت منهاره. كنت تعبانه قوي ساعتها الصراحه. ما بقولك ده وكان انت بتمثلي طول الوقت انك مبسوطه بس انت مش مبسوطه. لا كنت فعلا انا حصلت لك حاله انفجار. لا كنت راميه الموضوع ورا ظهري مش ما كنتش بمثل. انا عمري ما عرفت امثل في الحقيقه. يعني انا بشوف الممثل الحقيقي اللي بجد فنان حقيقي 100%. لا مش قصدي ممثل انا ساعات التعبير قصدي انك بتبيني انت واجبك للناس انك عايز تدي دايما طاقه ايجابيه للناس. فاهمه قصدك. فبتدي الطاقه الايجابيه دي وانت جواكي مش كده. لا انا فعلا كنت يعني انت مبسوطه في حياتك جدا. لا جدا بقى خلي بالك انا بتاعه يعني انا خلاص دلوقتي حسيت ان انا لازم اقول كده بقول كده فاهمه قصدي. الموضوع امال ليه دلوقتي دمعتي؟ علشان انا ساعتها اول ما انت قلتي افتكرت الفتره لان الفتره دي انا عييت. انا عشان المسلسلات اللي ما عملتيهاش انا رحت قعدت افكر انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت هو انا عشان ساكته؟ ما انا ممكن اطلع اقول اسمك عادي جدا. ما انا ممكن اطلع اعمل لك شوشره اضايقك بشكل انت لا يمكن يعني تستوعبه عشان واثق ولا انا علشان محترمه فاهمه. لا هو واثق ده ما اعرفش جايب الثقه دي منين لان انا ممكن اعمل كده ألف مره فاهمه قصدي. بس ما عملتيش يبقى هو فعلا ثقته في محلها. لا بس عادي ان انت محترمه ممكن اعمل حاجات. لا يعني ماشي تمام. يعني انت بتتوجعي من فكره ان يبقى في حد بيضايقك او عايز يضايقك
ولا بتحسي ان هتزعلي ولا ايه؟ ولا لا مش هزعل. ان ساعات رندا البحيري كانت من الناس المطلوبه جدا جدا في التمثيل، ومثلت سينما وانت صغيره جدا جدا. يمكن فكره دلوقتي ان انت بتحسي ان حاجه بتتاخد منك وانت عايز تبقي موجوده في المجال ده. والله العظيم يا ريهام انا بتفرج على الجيل الجديد من البنات اللي عندهم، يعني البنات الشابات الصغيرين اللي بيمثلوا دلوقتي، اللي اصغر مني بالظبط واللي اصغر مني قوي، والاطفال مش عارفه هما مين بقى ولا ايه عشان مش عارفه سنك، وفرحانه بمجيلي مش لازم سني، اللي هو الجيل بقى الممثلات اللي ظهروا. واكيد السوشيال ميديا بيبان قد ايه فرحتي بيهم. يعني لما اتكلمت عن كامل العدد ودينا وكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل، كنت فعلا من قلبي انا بحب المسلسل ده جدا، وشفت الجزئين وبكلم اهلي اتفرجوا على كامل العدد، وبكلم مش عارفه مين، اللي ما شافش الاولاني بخليه يشوف معايا التاني من اوله. يعني خليت ناس كتير، لان كامل العدد لو تفتكري في السيزون اللي فات ده على طول ما كانش واخد حقه من اول رمضان، فانا كنت بنوه بسرعه يا جماعه في دينا الشربيني لازم خطيره، يعني اتمنى لها كل خير. خطيره بصراحه، خطيره فعلا. خطير قمر قمر وتمثيلها حلو قوي. لا وهي بني ادمه ممثله شاطره جدا وكل حاجه. انا ما اعرف يعني ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي، انا ما اعرفهاش على فكره، وبقول لك بني ادمه خطيره باين لان انا ما اعرفهاش باين عليها، وقابلتها بره مصر خدتني بالحضن. شفتي بقى وانا ما اعرفهاش. لا هي سبحان الله يعني تتحب من نظره. فلا انا صدقيني والله العظيم ثلاثه عارفه ان الدنيا عامله كده زي فاهمه الهارت ريت او كده، اللي هو انت في الاخر تحت فوق تحت يعني طبيعي جدا انت فتره تبقي مش في نفس الوهج بتاع الفتره اللي قبلها. ممثلات يعني سوبر قعدوا في البيت سنين، موضوع مش فكره كده، فكره ان انت تقعدي انت ريهام قعدتيني في البيت. ما هو انا عارفه انتوا بترجعوا الموضوع دايما للدين وتقولوا ما هو الرزق، حسيتها قبل كده انا فاهمه قصدي ان حد يبقى ماشي وراكي بيحاربك بالظبط، او عايز يوقعك، او عايز يعمل لك شوشره، او مش عشان ولا اتسحب ولا ما يتسحبش. انا شغاله في الف حاجه بتجرح قوي ومبسوطه جدا ومرتاحه جدا والحمد لله، وحياتي كويسه جدا جدا جدا، بس ومستواي المادي هايل. ده انا احسن من ايام ما كنت بمثل. كنا انت عارفه فلوسنا كلها ضايعه في الشغل طبعا. يعني على التمثيل وعلى الشغلين. لكن الفكره القهر اللي انت لسه قايلاه، ان حد هو اللي عامل ده بس، فانت متضايقه من ده ولسه بيعمل كده؟ لسه، ما هو اللي خلاني ساعتها انهارت انه ايه ده انت لسه يعني. انت ايه يا اخي يعني. بس يعني هو اللي ساعتها خلاني بقى انفجرت ان ده لسه يخرب بيتك. هل لما بيحصل كده بترفعي سماعه التليفون على المخرج مثلا تقولي له انت ليه عملت كده؟ لا، لان هو رضي يخش في ده فبيقع من نظري. فمش بعمل يعني، بحس انا اكبر يعني من معقوله حد كده. يروح يقول له مخرج ما تاخدش فلانه فالمخرج يقول له اوكي خدها؟ بتحصل بجد؟ لو مخرج يعني، اصل يعني في مخرجين كتير محترمين ما حدش يقدر يقول لهم كده، بس انا كانت بتحصل لي كتير. انا بقول لك كده وانا بتحصل لي كتير. وفي مخرجين بيتعامل معاهم كده عادي، وفي مخرجين لا يعني لا طبعا. يعني مثلا محمد شاكر خضير استحيله حد يقول له هتعمل ايه. لا بس ممكن يجي يقول له دي مواعيدها وحشه، دي بتعمل في التصوير ده زن بقى. ده مثلا زن، فاهمه قصدي؟ يعني في مخرجين يتقال لهم كده ومش مش هيسمعوا الكلام ده. طيب علاقتك بابنك عامله ازاي؟ بما ان انت يعني انت طلقتي عندك كام سنه؟ مش هقول لك عشان انت هتعدي ولا حتى طلقتي كام سنه؟ هتعدي لي، ما انت قلتي من شويه. انا هعد وهعد وبتاع. صغيره عشرينات يعني؟ طلقت طيب. عندي 18 سنه. علاقتك عامله ازاي بيه؟ اصحاب الحمد لله جدا، هو اهم حاجه واحلى حاجه في حياتي الحمد لله. ما قالكيش ماما عايز اخوات؟ ليه الناس اللي عندها اخوات وانا لا؟ لا عمره، لا عمره ما قال لي كده، ولا قال لك يا مامي اتجوزي؟ لا. ولا لا لا ولا العكس ما تتجوزيش؟ لا 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 خالص. ولا الموضوع مش وارد اصلا؟ لا لا يعني ما هو مش وارد، وعمره ما فكر فيه، ما تطرقش ليه، وعمره ما فكر في عكسه. وفكره ان هو الوحيد ما فرحوه على فكره. ما بتطلعيهوش ليه على السوشيال ميديا زي باقي الناس؟ عشان دي حاجه بتاعته هو. انا بشوف ان يعني المفروض ده قرار يتساب للبني ادم اللي هيكبر. فجاه يلاقي صوره ليه انا عامله فيه كده؟ يعني انت مش عاجبك دلوقتي البلوجرز او اليوتيوبرز اللي بيطلعوا ولادهم صغيرين؟
هم احرار، انا حره وهم احرار. انا من مدرسه ان انا ما ينفعش خالص. بس انت ليكي حق ان الطفل ده مش مدرك انه يختار فعلا انا عايزه اظهر ولا لا. بالظبط. ممكن لما يكبر يتضايق قصدك. بالظبط. ايه الصور، ايه الحاجات اللي انت كنت عاملاها فيا وايه لا مش صح. وبصي ايوه انه يطلع مثلا مدير بنك او موظف ده ويبقى عنده فيديوهات مثلا بيعمل تيك توكس مثلا. لا مش دي بس على فكره، اصل عادي تيك مالها تيك توكس كل الناس. لا انا مش عايزه اوضح اكتر عشان ما يبانش مين، لكن حاجات هايفه. أيوة قوي بنتكلم على الفكره ان انا كمان اللي اهم بقى من ده، انا لما بقى احب او حاجه عندي حد عندي على فكره انا يعني انا اول مره اتصور مع امي يوم وفاه وعزا احمد البدري الله يرحمه، الاستاذ احمد البدري المخرج. انا لما ماما بتبقى موجوده اخش يا ماما، انا شرقيه جدا ما بتحبيش خش اقعدي في العربيه ما بتحبيش عيلتك في مصحفيين هنا روحي ما بتحبيش لا لا امي ما ينفعش اخليها تتصور ولا بابا، ولا بحس ان انا بغير عليهم. يعني انا اول مره اقول الكلام ده، بس انا فعلا بغير جدا جدا على اي حد مني، وعلى اي يعني ما بحبش خالص ابدا ابدا ان هم يظهروا كده، يعني بغير عليهم قوي. او بتخافي عليهم الاثنين؟ لان دلوقتي هتعرضيهم للشهرة، هتعرضيهم للتنمر، هتعرضيهم لكومنت مش لطيفه. بالظبط. طيب دلوقتي انت بتقولي احنا واحنا قاعدين دلوقتي قلتي انا ما باكلش كتير. انت كنت رفيعه قوي 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 وانت صغيره قوي. انت كنت بترقصي بالي؟ لا ما كنتيش باليرينا عمرك. جمباز. ايوه انا فاكره ان كان في حاجه كده. هل لما كبرتي اخترتي زياده الوزن دي بخط يعني انت اختراها؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كنت ساكنه في ميدان التحرير، فايام جنب كشري ابو طارق ولا في الميدان نفسه؟ في الميدان نفسه. فطبعا انت عارفه اللي حصل ايام 2011، الريحه كانت لا يمكن حد يتحملها. فتعبت قوي. خدتي يعني كورتيزون؟ وده اثر سنه، وبعدين سنه تانية بتعافى، وبعدين رجعت يجيلي حساسيه، وبعدين عملت عمليه علشان خاطر اشيل في زي عارفه الحساسيه بقت اوفر بسبب ريحه الحاجات اللي هي المثيره للدموع دي، فلان هي داخله البيت عندي شقتي. احكي لك حكايه بس دي مش منطبق عليكي والله. انا لما تخنت وصلت مثلا 100 يعني وصلت 84، وبعدين ما بقتش اتوزن بقى. يعني انا فاكره ان اخر رقم انا قريته كان 84، وده كان شكلي بقى يعني رهيب. انت اولا زي الأمر، انت عارفه انك زي الأمر. لا ده بجد يعني لا انا كنت وحشه يعني، كان عندي بقى لغد لغايه هنا، مناخيري منفش يعني. بصي انت نيون ازاي ومناخيرك وبقك صغننين وبتاع. لا انا كنت مشوهه. كنت بقول للناس انا باخد كورتيزون عشان مكسوفه اقول ان انا تخنت اكل. لكن في ناس طبعا بتاخد كورتيزون وتمل. هل انت عايزه تفضلي كده؟ ما بتوحشكيش شكل رندا القديمه؟ اصل في ناس بتحب التخن. مش تخن، انت مش تخينه. انت مختلفه عن زمان. لا بصي انا يعني بتجيلي لحظات بتوحشني شكلي زمان. انا كنت رفيعه قوي. كنت كام كيلو؟ 44. انا قعدت 44 طول عمري. الله يا بختك. الاربعينات دي انا بحلم بيها. 44 ده موديل يعني. 44 طول عمري 44. كانوا العظمتين دول لو تفتكري. لغايه ما خلفتي ابنك جيتي لي في المحور من حوالي كنت كده 17 سنه مثلا او 18 سنه. رفيعه جدا. ايوه جدا. وقعدت اقول بنت الايه يعني مخلفه وجابت الولد وحملت زينا كلنا وجايه زي ما هي برضه. مفيش ولا حتى بطن ولا اي حاجه. لا لا خالص. يعني التخانك حتى مش الحمل. لا خالص، ولا الحمل ولا الولاده ولا الحاجات دي كلها. اكتئاب؟ لا يعني ممكن فتره زعلت مع فكره الحساسيه اللي بقت بتجيلي على فترات. دي بقى بتجيلي على فترات فعلا. ده انا جالي مره زي طفح جلدي مالوش يعني مش مفسرينه. انت جاتلك كلها مش مفسرينه، قعدوا شهر. انت خدت كل ادويه الحساسيه اللي انت ممكن تتخيليها. في حاجه كده بتتعمل اسمها تشريط، عارفاها؟ عارفاها طبعا. عشان ياخدوا نقطه
20 نقطة، وال 20 نقطة بيخشوا معمل يعرفوا انت عندك حساسية من ايه وايه 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 وايه. كل بصي انا كنت يعني اتعامل عليا كل التجارب بتاعة الحساسية. بس الكورتيزون بياخد وقته بيتسحب من الجسم. سؤالي هنا، انت مبسوطة مش عايزة ترجعي رندا البحيري رفيعة ال 44؟ لا عايزة ارجع خمسينات. عايزة ترجعي؟ عملتي ايه طيب ولا ما بتحاوليش؟ عملت ايه؟ انت بتساليني. بصي عايزه اقول لك وانا طازه يعني الموضوع لسه فريش. بصي اولا انا يعني مبسوطه بشكل ايا كان يعني، وبحمد ربنا على انت حلوه في كل احوال. ربنا يخليك. لا والله العظيم مش بجامل، لو مش حلوه هقول لي. انت حلوه في كل احوال. يا بصي انا جايه مع ريهام سعيد اللي هو الناس كلها بتشوفها وانا في الوزن ده، فده معناه حاجتين. اول حاجه ان انا بحبك قوي. بس عايزه اقول لك ثاني حاجه ان انا واثقه في لا بس عايزه اقول انت عارفه انك حلوه. انت عارفه هو مش ثقه في نفسها على قد ما انت عارفه انك حلوه يعني في سمعتها حاجه ثانيه، سمعتك بتقولي انت عاجبك وزنك كده. لا لا انت عارفه انك حلوه. في ناس مهما تتخن ترفع بيبقى متحافظ على وشها بشعرها بكده فبيبقى تمام، وانت بتلبسي واسع فما بيبانش. صح. في ناس بتبقى بتوري انها لا انت لا 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 ما بعملش كده، لكن انا عشان عارفاكي زمان قوي فبقول لا ده حد تاني يعني. طبعا اكيد مش هقول لك زدتي قد ايه، لكن زدت دبل وزني يعني 88. لا لا انا بقول بشكل مجازي يعني يعتبر الدبل. لما بتشوفي حد من المشاهير عمل عمليه تكميم او وخس قوي بدون ذكر اسماء يعني، مع ان هم اعلنوا يعني، لكن ما بتقوليش طب ليه ما عملش عملية زيهم؟ لا. ليه بقى؟ تخافي؟ بس عايزة اقولك ان مؤخرا ما يكسب من الناس اللي كانت تقعد تسألني على الرجيمات كده اقولها اعملي عملية. والله؟ تقولي انا بخاف جدا، لا يمكن، دي اخر حاجة ممكن اعملها في حياتي، دي مش عارفة ايه. وبعدين طلعت اعلنت انها عملت عملية. انت مش ممكن الخوف ده يروح في وقت من الاوقات. لا كل شيء وارد، الانسان متغير اصلا. فانا عمري ما قلت انا كذا وعمري ما هعمل كذا يعني، كلمه عمري ما هادي صعبه الا في المبادئ وكذا. لكن موضوع مي انا طبعا فرحانه لها جدا وببارك لها. وانا كمان ببارك لك لانك يعني جميله. انت كنت جميله قوي بس جميله 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 صغرت 40 سنه مثلا. طبعا. طبعا اولا نوديها في حته تانية خالص. وبعدين تبصي يعني هتلاقيها مبسوطه. يعني اكيد، لان هي حاسه فجاه ان هي الواحد غيرت. بيتغير حياته خالص. بس انا اقدر انزلهم دايت، انا بقول يعني انا متاكده بجد. طبعا. فحل السيرجري ده لا يعني اخر حاجه. يعني انت مختاره انك ما تعمليش دايت؟ ولا عملتي فشل؟ لا 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 مختاره ان انا ما اعملش دايت، مش هينفع دلوقتي. ليه؟ لان في ادويه لسه باخدها في الحساسيه برضه. دلوقتي لسه باخدها. هرجع تاني واقول لك النجوم كلهم ليهم مواصفات. تفتكري لو انت فقدتي وزنك تشتغلي اكتر؟ اكيد. بس انا كنت كده يعني، حتى وانا رفيعه ما كنتش شغاله، الموضوع ملوش علاقه. بس انا لا ما كنتش حاسه كده. لا لا ازاي؟ كنت بتعملي افلام سينما كتير. لا 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 مش بكلمك على زمان يعني، بكلمك على الفتره اللي حصل فيها الحوارات اللي حكيت لك عليها هنا في البرنامج. يعني انت بتقولي ان انت سبب غيابك عن التمثيل هي الحوارات دي بس؟ والله العظيم. وحياه ربنا. ان حد بيوقف لك في شغلك؟ والله. ومع بقى ان عمل معايا الموضوع ده في شركات كبيره وشركات مهمه ومع اسماء ومع ناس كبيره. الشركات الكبيره هتسمع كلام؟ بصي يا ريهام، الناس ما بتحبش وجع الدماغ. وممكن حد صغير جدا في شركه كبيره جدا هو اللي يمشيك. صح. وهو اللي يجيبك برضه. وهو اللي يجيبك، فاهمه قصدي؟ لان بتبقى يعني خلاص مش مشكله يعني، احنا معانا فلان بايعين بيه اسمه كذا، مش مشكله بقى مين ال 17 ممثل التانيين. أي. يعني مش مشكله. فلو في هنا ازعاج مش يعني خلاص مش لازم. فلقيت يعني الحاجات حصلت قدام عيني، وانا يعني انا في شهود كتير في مصر على المواضيع اللي انا يعني بقولها دي. فلا طبعا يعني. ما طب هتعملي ايه تجاه يعني تعملي ايه في الموضوع ده؟ والله ما فيش في ايدي حاجه اعملها فعلا، ما فيش في ايدي حاجه اعملها.
بدع عليه على قد ما اقدر. على فكره ما تستهونيش خالص. لا انا مش بستهون، انا بقول برد على والله. ده انا برد. ده انا بضحك على اللي هيحصل فيه. انا والله العظيم ده انا بضحك على فكره. ده بيبقى في اي مشكله اقول لهم على فكره انا بدعي ومحدش يستهون بالدعاء ده. لا لا انا لو هستهون اصلا مش هقول الجمله. لا انا فعلا بدعي عليه يعني كل يوم. ده كفايه. في صلاه الفجر وقبل صلاه الفجر وبعد صلاه الفجر. ويعني لا يعني بدعي عليه طبعا كتير جدا. وبس. ليه رجعنا للموضوع؟ ليه عملنا كده؟ انت رائده من رواد ال... انت بتعيطي تاني في الموضوع ده؟ مش عايزه اتكلم فيه. سوري معلش. ده عيد ده؟ ده عيد ده؟ انت بتعيديني العيد؟ لا انت عارفه ان انا عندي دلوقتي نفس الاستغراب لما شفت الفيديو بتاعك بتاع الانهيار، ان انا قعدت اقول حتى لو حد واقف في شغلها او بيحاربها او بيروح يقول للناس ما تاخدوهاش مشوها ما تعملوهاش، يبقى فارق معاها قوي كده وهي وصلت لوحدها وبقت سيده اعمال وبقى عندها مطاعم وبقى عندها سوشيال ميديا قويه وتنزل القرى كل الناس بتحبها وكل يعني. انا النهارده هو عملت حلقه عيد فكرت عشان اتشاف انا لازم اجيب رندا البحيري. يروحي بجد والله حبيبتي. فازاي بتعيطي كده؟ ازاي زعلانه كده؟ عشان في حاجات اكبر ما حكيتهاش. ممكن حاجات اوحش قصدك بكتير. بس مش هينفع احكيها فاهمه؟ ولا هينفع تتنسيها انت ولا مش قادره مش عارفه يعني مش عارفه اموف. لا حصلت ولا بتحصل لسه؟ ايفن يعني في يعني حاجات حتى الحاجات اللي حصلت مش عارفه تنسيها؟ لا مش عارفه يعني مش عارفه تتجنبيها، مش عارفه تقولي ان كده انا اللي وصلت له ده كبير قوي وكتير. لا انا عارفه ان انا عارفه انا فين. والله بس موجوع. والله انا عارفه قيمه نفسي عشان في ناس كتير. انا اولا عايزه اشكر، معلش انا اسفه يعني، بس انا فعلا لازم اشكر كل الجمهور اللي بعت لي الفتره اللي فاتت، لان في ناس كتير جدا 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 محترمه وقفت جنبك. قوي 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 قوي. عايزه اشكر ممثلين كمان، في ممثلين كلموني في التليفون، زمايلنا واصحابي، في ناس من الجيل الجديد اللي لسه متكلمين عليهم، في ناس والجمهور، جمهور الفيسبوك الجميل اللي هو اللي انا اصلا اكتر ناس انا قريبه منهم. الفنانين بيكلموكي بيقولوا لك ايه؟ احنا نعمل لك اللي انت عايزاه واحنا معاكي يعني. لا كلام دعم كبير كبير. عمرك رفعتي سمعت التليفون على الشخص اللي بيقفلك في شغلك ده قلت له ليه او بلاش او كفايه؟ لا لا مره كلمته ما ردش تقريبا، والله مش فاكره لان السنين كتير قوي يا ريهام، فانا بصراحه مش فاكره. مش فاكره كان ايه المره اللي انا كنت ما كانتش مقرره انفجار يعني اللي مواجهه انت ليه بتعمل فيا كده. مقرره كنت، بس احنا عاملين لبعض بلوكات في كل حاجه في الحياه فاهمه، ومش بيرد يعني. فانا مش فاكره كلمته عشان اقول له ايه من سنين، ومش فاكره هو ما ردش ليه يعني. فخلاص اتقطعت الصله. طب لو دي فرصه ان انت، احنا مش عارفين هو مين طبعا. لا لا ده يولع. لو دي، لا انا مش هقول لك مين طبعا. لا ما اقصدش يعني ما فيش، مش عمري ما هقول له مسج. مش عايزه اجيب له رساله. لا 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 ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل يعني. يا رب ربنا ينتقم. مش عايز ايه يا رب، واحنا في الايام الايام الحلوه دي يا رب والنبي ينتقم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رب والله. بس لكن اوجه له هو حاجه، هو عدم، هو انا دلوقتي يعني هو هيتخيل ان انا قاعده، ان انا هو مخليني اعيط انا، وهيبسط تمام. بس هو مش عارف هو ربنا هيعمل فيه ايه، لان انا عارفه هو عامل ايه، فمتخيله ده عند ربنا هيبقى كبير ازاي، والحاجات اللي انا كمان مش حكيها. بس لكن انا يعني انا والله العظيم صدقيني عارفه قيمه نفسي كويس جدا جدا جدا، لان الكلمه عارف قيمتك كويس قوي. اتقالت لي كتير رندا ما تزعليش انت كذا انت كذا. اصل انت من الناس اللي ليكي ناس بتحبك بجد، مش عامله ان في ناس بتحبك. اصل انت عارفه الموضه دلوقتي
ان الحاجات اللي هي مثلا مسلسلات تتصور مثلا ونجيبوا الناس قاعده وتقول هي عند اللقطه دي مثلا، اقول لهم معقوله يا جماعه بتصدقوا الحاجات دي؟ يا معقوله في ناس كانت قاعده فعارفين اللقطه اللي جايه عشان يسقفوا لها؟ في ناس بتوحي انها محبوبه، لكن انت محبوبه بجد. لا هقول لك على موقف، الحمد لله شكرا والله العظيم ان انت بتقولي لي كده. لا ده بجد، انت ما بتحسيش لما بتنزلي القرى والمحافظات وكده انك محبوبه؟ يعني لا طبعا، انا دم الحضن الناس ده مدفيني جدا وحاسه بيه وعارفه ان الناس بتحبني. يا ريهام انا في سلسله الدم كنت بناقش الدكتوراه، لان هي المفروض محاميه وبتعمل دكتوراه في القانون، الدكتوره عليا. فناقشت وخدت الدكتوراه، فوجئت ان الصعيد كله حاطط ايه؟ حاطين اللي عارفه اللي هو بنتنا عليا، عارفه القماش اللي الله اللي هو في الشوارع اللي هو ده بتاع الانتخابات ده. وحياه ربنا انا بقى ايه، ولا في يعني ولا خدت بالي. الله انا لقيت يعني الصعيد ده ويب سايت مهم العظيم جدا والله العظيم، والله اقسم بالله الصعيد ده ده خير مصر. اه والله ده حقيقي بناسه. انت دايما لا دول حبايبي، انت مش فاهمه افتكرت. ايوه لا حبايبي قوي قوي والله العظيم وحياه ربنا. تخيلي القماش. ايوه هم قدام المحلات والمحلات هم جدعان قوي واصحاب واجب قوي وفظاع رهاب. طابعين يعني لي صوره، طابعين لي صوره بالتخرج يا حبايبي، بس طيبين قوي. وبتنادى بعليا الصعيديه البنت نصره وكذا، وازاي ماما على نصره يعني، فاهمه؟ ايوه. طيب مشكله ان واحد يبقى فنانه وتبقى بتطلع على السوشيال ميديا مطلوب منها التعليق على بعض الاشياء او التعليق على بعض الاشخاص او اكيد بتخسري ناس او بتخسري حاجات. يعني مثلا حسن، انا شفت لك تصريح عن الفنانه مريم فارس مثلا، انا علقت زيك بالظبط ودي غلط فيا برضو انا بعمله، اني مش المفروض ان انا اعتبر يعني في الوسط او واخسر فلانه واخسر علانه. لا ما اخسرها، بس اخسرها ده الا بلدي. لا معلش، اصل دي جت على مصر يعني، جت على بلدي يعني، الا البلد. في ناس قالت لك لا هي بس بتقول ان اجرها عالي يعني، قالت انا تقيله على مصر. مين ده؟ ما هي جت بتغني وبتعمل اعلانات وين؟ فين التقل؟ هي شغاله اهو. ايوه اشتغلت هناك. ايه بقى فين التصريحات دي؟ دفعنا في احنا جامدين اهو. فلا طبعا كان تصريح ما بيهمكيش تخسري الشخص. لا انا لا شخص باللي بيقوله ده اخسره عادي جدا يعني، انا واضحه وما بعرفش ابقى برايين او اسكت. طب ممكن تشوفي تصرف لحد وتسكتي عشان ما تخسريهوش؟ لا مهما كان. طب ايه رايك في تصرف عمرو دياب او الفنان عمرو دياب؟ انا شايفه اصل انا من شفتي هو اللي تعدى عليه الاول. بنتكلم قبل اللي هو مسكه جامد جدا، فقلت انه مسكه جامد. فعمر لف اوريدي بالايد يعني، لف اوريدي ديجا بيضربه. طيب وتعالي نبص لها نظره قانونيه، الشخص اللي تعدى الاول هو اللي مسكه. بس هو تعدي ولا حب؟ ما نعرفش. لا احنا هل شخطتوا مع لا يعني هو كان يعني انت ما كان واقف يتخانق ولا واقف بايديه الثانيه ماسك كاميرا؟ بصي يعني انا عندي كذا، انت عندك حاجه و30 سنه، هنستحمل ننزل الشارع؟ مين اللي عندها حاجه و30 سنه؟ عندك ايا كان يكبر بخاطرك يجي حلوه يعني. انبسطت قوي بصراحه بفكره انت عندك حاجه و30 سنه. ليه انا عندي هنقدر ننزل الشارع؟ هنقدر ننزل الشارع انا وانت؟ انا عندي 49 سنه. هنقدر انك 29 هنقدر ننزل الشارع، هنقدر نستحمل زحمة الناس، هنقدر نستحمل الاكسجين بيقل الناس حوالينا وهكذا خلاص. انما هو معلش يعني انا اسفة جدا جدا، مع ان انا يعني هي ريهام زنقتني في السؤال، ولكن انا هو كبر، هو خلاص خلقه ضاق، وهو
احنا جمهور. انا بص احنا جمهور وانا من جمهور وانا طول العمر. هو ثانيه واحده، هو طول العمر هو مين مش من جمهور؟ اه لا 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 كان في ناس، لا انت عارفه ان انا بتقول انا عمرو دياب، وفي ناس بتقول انا محمد منير، ويقعدوا يتخانقوا. من عشقي لعمرو دياب ان انا في البيت، انا فاكره كنت عند خالتي كانت عايشه في الزمالك، وفضلوا يبصوا لبعض يبصوا لبعض ان في خبر مش عايزين يقولوه لي. الجو كان عند اصل حصل لي قعدت اعيط يوم الجو، وكانت ساعتها مجله الموعد. ايوه الموعد، هو وشيرين، هو وشيرين ده عندي العدد ده. ايوه وفضلوا يخبوا المجله مني، مش عايزين مش عايزين عاشور العددين ده. انا عيطت على العدد. لا انا ما يا راجل بقى، لا انا خدت الصدمه الاولى وخلاص. وفضلوا بقول لك يكلموا بعض ان ما حدش يقول لي وكده وبتاع، وبعدين فجاه راحوا رامين الايه المجله قدامي، وانا انهارت من العياط، انهارت فاهمه؟ لان يعني يا سلام، انت عارفه الفيلم بتاع البنت بيليا ده؟ ايوه ايوه بتاع العفاريت الجميله مديحه كامل ده، انا كنت بقعد اعيد يعني عيده. كان عندنا الفيديو الفي اتش اس ده. اه طبعا، ما وانا اتفرج على كرتون، انا بتفرج على بس بتاع ده. ويا سلام على القميص الابيض في اسود ده اللي كان منقط، والقميص اللي مش عارفه افريقيا افريقيا كانت اغنيه افريقيا. يا خرابي على شفتي؟ لا لا بصي اسالي على اي حاجه. الافضل ان حد ينتقد الفنان عمرو دياب او يقول ان هو غلطان، دي كلمه يعني انا لما يعني لما يقول كده ده كلمه حق، لكن ده ملوش علاقه خالص بين عمرو دياب، ده لن يتكرر طبعا. خبر ابيض. وبعدين فانت رايك ان هو خلقه داء، فما بقاش يستحمل الحاجات دي. جمهوره المجنون اللي هو الجمهور المجنون بحبه ده، حافظ عمرو دياب، حافظ ردود افعاله، حافظ ان هو بيقول لنا في الحفله طب مش هغني الاغنيه اللي انت عايزني بيزعق. لا والله بس. طول عمره. فانت رد طب ليه؟ فانت منتظره. أيوة عادي ليه ابقى رايحه حفله لمطرب اقول له عايزه الاغنيه دي فيقول لي لا مش هغنيها لك؟ هو ردود افعاله كده. انا دافعه فلوس ورايحه. انت جمهور خلاص، ما تروحش. انا دافعه ما تروحيش. انا بطلي تبقي من جمهور. ليه؟ انا عايزه اروح اسمع الاغنيه دي. بطلي بتاعته. لا خلاص ما اسمعها كاسيت. ما يريحني. لا عادي، هو شخصيته كده وانت حبيتيه هو كده. انا طول عمري لا انا مش بصراحه يعني ما كنتيش تعرفي كده قبل. لا يعني ما كانش كده ساعتها. لا كان كده طول عمره، كان عصبي شويه طول عمره، وانا كنت بحبه هو كده عادي. بس طول بس طول بس, بس فكره ان هو يتعدى على حد دي غير مقبوله. ولكن هنرجع تاني، هو الشخص اتعدى عليه الاول. الرد الفعل اكبر بكتير جدا من الفعل. انا صح، بس الفعل الاولاني كان من حتى والله يعني لا اعرفه ان في. يعني انت شايفه ان مش من حق الجمهور ان يلمسك؟ لا هو في مساحه شخصيه اصلا كده كده. يعني ايه يلمسني؟ هو انا ممكن اسيب حد يلمسني؟ انا يشدك تتصوري معايا؟ انت لو حد شدك هتسكتي؟ انا مره واحده شريت لي الاكستنشن. لا انت لو حد شدك هتسكتي؟ بقول لك مره واحده. طب يعني ايه تتصور معايا؟ لا انا لو واحده حضنتني انا وهي حب ماشي، فاهمه قصدي؟ وبعدين بتصور مع كل الناس. عمرك كنت ماشيه في الشارع وحد اللي قال لك يا بتحصل؟ عايزه اصور؟ بتحصل عادي، بقف اتصور. لا بتحصل، بتحصل. انت بتبقي خلاص هتاكلي، ها او ايدك مثلا فيها مش عارفه كذا، وبتسيبي الاكل وتروحي. انا كل ما اروح اكل سمك وجمبري بيحصل لي. بس بتحصل. يعني بس انا بحس ان حب جمهور في الاخر نعمه. أكيد. وحسيتها هقول لك امتى. كنت انا بقى ساعتها اقول ده انا مش عارفه اكل، ده انا مش عارفه امشي، ده انا مش عارفه اقعد وبتاع. وجات لي سنه انا وقفت فيها، ومش الناس نسيتني، بس انت دايما البعيد عن العين بعيد عن القلب. فكنت ادخل الاماكن محدش يعبرني قوي، فاهمه؟ او يمكن شكلي اتغير ساعتها. اما بتشوفي حد على الشاشه بتبقي عارفه شكله ايه. صح. لكن لما تقابليه في الحقيقه مش عارفه بقى قص شعره ولا شعره طويل، فمش مميزه ان هو اصلا. يعني كان لازم حد يجي لي ريهام سعيد، فاهمه؟ اللي هو دي الفتره كنت قصه شعرك فيها. اللي هم ايوه اللي انا كنت قصه شعري فيها. شكلك فعلا كان متغير. بالظبط. كنت قاعده اقول طب يا رب حد يسلم عليا. طب ايه يا جماعه انا جيت مش باين؟ لا وكمان لما كنت بقى ادخل مكان مثلا اودي ابني ملاهي وكده، مثلا تقول لي ايه اسم حضرتك؟ يا لهوي سكينه. لا دي صعبه جدا قوي. وانا ارد اقول ايه؟ ريهام سعيد. لا خالص. وانت بتصعب على ولا اقدر بجد؟ داليا محمد. انا فضلت ماشيه داليا محمد كتير. طول ما انا موقوفه انا داليا محمد. عرفت اسمك الحركي خلاص. لا هتكسف جدا، فاهمه؟ هتكسف جدا. ايوه اللي هو انت اللي كنت
لا بتبقى صعبه، بتبقى صعبه. لا انا لا اتقالت لي مره قلت اسمي عادي، عشان كده بقى دلوقتي يشدوني يضربوني. انا حباهم بحبكم. لا ما طبعا طبعا على راسي كل بس دي واقعة، وصدقيني هي طالما الواقعة مع النيابة دلوقتي تمام، وفي حد وفي متصور معاه قبل كده، ده يعني ان شاء الله يتصل. يعني هو الشخص متصور معاه قبل كده صح؟ هو متصور مع كل الفنانين، هو متصور معاه مرتين قبل كده، ومتصور مع فنانين كلها ومع استاذ احمد ابو هشيمة فممكن يكون في حاجه احنا ما نعرفها. هو طبعا بيحب الشهره طبعا. لا ما اقصدش الشخص، في حاجة في الموضوع ممكن الله أعلم بعد التحقيق هنعرف، ممكن يكون في حد تالت أصلا، فممكن بعد التحقيق نعرف، لأن أنا مش ما بحبش أصدر أحكام بدري. أنا الصراحة ما بحبش أصدر أحكام بدري إلا لو موضوع زي موضوع مريم فارس. لا الجملة ما تتقالش. علقتي على مين قبل كده وحسيتي إن أنت كنت جامدة في تعليقك وندمتي؟ يعني جبت سيرة حد ورجعتي قلتي لا انا كنت بتحصل لي كتير. بس يعني بتحصل، يعني بنفعل في ساعتها وبعدين ارجع اقول مش فاكره. طالما مش فاكره يبقى مفيش حاجه، لا يعني مفيش حاجه حصلت، مفيش حاجه كبيره، مفيش حاجه ان مثلا انها طلعت في الاخر زي ما بقول لك انا بتريس. يعني انا ما علقتش على موضوع الهضبه لحد دلوقتي، مستنيه ما اعرفش ايه اللي ورا الموضوع ده. يعني ممكن يبقى مترتب، ممكن حد يكون كاره عمري. بس ما تستنيش انت في الكوره انك تعلقي خالص، عشان الكوره لا بتبقى باينه لي قوي وبكون عشان فاهمه فيها قوي. مش مين لاعب قبل كده طلعتي هاجمتي؟ لا انا هاجمت اتحاد الكوره، ما هاجمتش لاعب. شفتها دي. لا يعني وما اسمهاش هاجمت برضه، انا قلت انا ضد القرار ده يعني فاهمه. لكن كان كنت ضد قرار وقف اللاعب المغربي محمد الشيبي، اتوقف واتغرم 100,000 جنيه في حين ان هو المضروب، هو المشتوم، وهو ضيف عندنا في بلدنا، مغربي عايش عندنا في مصر، ما ينفعش يتعامل معاه كده ابدا ابدا. يعني اتشتم واتضرب واتغرم، هنعمل معاه ايه تاني؟ انتوا عايزين ايه تاني؟ وكنت موافقه على الحكم التاني؟ انهي حكم تاني؟ في حكم صدر. انا ما اتكلمتش بقى على الحكم التاني خالص، انا بقى الناس اللي اتكلمت اللي دخلت كلها هتكتب كومنتات. سنه مع ايقاف. لا لا ما اعرفش، لا ده انا ما اتكلمتش، طالما ما اتكلمتش عنه يبقى انا ما دورتش ورا، ما شفتش حيثيات، ما شفتش، ما دورت، فاهمه قصدي؟ فانا ما ادلتش بدلوي في الموضوع بقى. عشان اهلاوي؟ لا ابدا والله، لكن فعلا ما ليه، لا عادي، ما هو اصل الكوره للجميع يعني للمشجعين. بس انت متعصبه؟ مش عارفه اقول لك لا، نفسي اقول لك لا. بس لا انا بحب الزمالك جدا، بحب فرق كتير. كنت اصلا وانا صغيره بتفرج على فكره وبشجع، يعني بشجع فرق تانية، فرق في الدوري اللي كنا بنسميه دوري المظاليم، ده دوري الدرجه التانية واللي تحتيه. فكنت مين نجم الزمالك دلوقتي؟ زيزو طبعا. وعبد الله السعيد، سوري علشان انا بحبه قوي. مش شيكابالا؟ شيكابالا قائد، القائد يعني، وطبعا ربنا يخليه للزمالك وللجمهور والناس كلها بتحبه. لو كان اعتزل كنت هتزعلي؟ كلنا مستنين يعني، للاسف يعني مش مستنين، بس كلنا مش يعني كلنا مش عايزين اليوم ده يجي. يعني كل الزملكاويه هتلاقيهم خايفين جدا من اليوم ده. هل في مدرب مصري كنت متخيله ان هو ممكن او كان نفسك ان هو يدرب الزمالك؟ طول عمري كان نفسي كابتن حسام وكابتن ابراهيم يمرنوا الزمالك. عشان ما كانوش بيمرنوا المنتخب، فكنت اقول طب يمرنوا الزمالك، فاهم قصدي؟ طبعا في عهد كده لما كانوا مش جت فتره مرنوا المصري، لا 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 جت فتره صغيره جدا وما خدوش ال صغيره صح. انا يعني لا هم راحوا بص هم راحوا انتقلوا من الاهلي للزمالك، ومش فاكره ايه اللي حصل في الفتره اللي هي بتاعت انتقالهم كمدربين، مش فاكره هم مضوا ولا لا، لان انا الفتره دي كنت شغاله 24 ساعه فما كنتش مركزه في الكوره. بس واحنا في الوقت المعاصر ده قبل ما هو يعني 7-8 سنين اللي فاتوا كنت شايفه انه ليه ما يمرنوش الزمالك.
فهم حسام وابراهيم انا بالنسبه لي الكباتن دول يعني هم اللي خلوني اصلا اتفرج يعني على انت كورة. عجبك مصر ماتش مصر وغينيا المنتخب انا هفضل ورا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ودعم ليهم لحد ما لحد النهايه سواء بنكسب بنتعادل بنخسر اه لان يعني احنا معلش استنينا على اجانب ياخدوا بالدولار استنينا على ناس كتير جدا جدا وجربنا كتير جدا وانا مش مع سياسه ابني وبعدين اهدم وارجع ابني تاني وبعدين اهدمه ما فكرتيش ابدا وانت يعني خبيره في الكوره كده انك تعملي برنامج كوره والله طلب مني كتير قوي برنامج رياضه طلب مني كتير آه. بس جمهور الكوره صعب اه مش عايز تشتمي وكده مش موضوع تشتم يعني ما انا بتكلم في الكوره عادي والناس بتخش تكتب كومنتات سخيفه مش قد الحكايه يعني لا بي بي بيستنولك على الغلطه وبيضايقوكي ومش عاجبهم العجب على طول على طول بس انت هتبقي كويسه وانا منهم خلي بالك يعني انا من جمهور الكوره يعني اه اللي برضو ما بتتقبليش ده فاهمه قصدي فمش راضيه يعني مش عايزه اللي هو حاسه لو انا هقول الكلمه اللي انا حره اقولها على طول ما انا محترمه الناس ايه الفرق ايه الفرق ان يبقى عندك برنامج بتتكلمي على الكوره فيه وانك تطلعي على السوشيال ميديا تتكلمي على الكوره لا الفرق ان انا هقول الحاجات اللي انا عايزه اقولها بس لكن في البرنامج هتضطري انت تجاملي هتضطري انت مهنيه اه فاهمه قصدي لا انا هنا مشجعه هبقى هنا هبقى مش لازم اكون حياديه جدا يوم ما اقدر اكون حياديه ممكن اللي هو مش هيجي عمره ساعتها اوكي اه طيب مين اكتر صاحبه ليكي في الوسط الفني ماليش ولا مروه بمنى لا بجد لا والله ازاي زي ما بس رضا ده صدمه بالنسبه لي لا ماليش صحاب عشان انتوا على طول بتعملوا فيديوهات مع بعض وعلى طول بتطلعوا مع بعض ولا هو شغل بس ولا اتخانقتوا ولا ايه؟ لا هو شغل بس اتخانقتوا؟ لا طب انا اقسم بالله ما اعرف اتخانقتوا؟ لا 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 مفيش اي حاجه يعني ما حصلش اي حاجه كل الرياكشن مفيش اي حاجه ده في ناس كتير قوي لما بتعمل حاجات على السوشيال ميديا لازم بيتخانقوا في الاخر ما بقيتوش والله العظيم ما اعرف حاجه وبحلف باقسم بالله صدقك اه اتخانقت انا ما بقولش ايه اتخانقت يعني مش صحاب دلوقتي طب كنت صاحبتها كام سنه اخر 5 سنين اخر حاجه كده مش فاكره لما بعد مش الصراحه يعني مش بعد قوي يعني هتعيطي لا طب كل ده يعني اخر حاجه ممكن حد يتخيلها ان انت بالحساسيه دي ان انت موجوعه قوي من كذا حاجه يعني على قد ما بتباني في حياتك ان حواليكي ناس كتير قوي انت يعني موجوعه من قاعده كبيره اه اتخزلت يا اتخزلتي اه انا خزلوني في الغساله عارفه الفي ده اللي هو خزلوك في الغساله لا بجد والله اتخزلت جامد قوي قوي اللهم لك الحمد ساعات كتير قوي لما الواحد بيقول كده يقول لك طب ما يمكن العيب فيكي اه ممكن الله اعلم اكيد جه عليا وقت شكيت في نفسي طبعا لا انا شكيت بتبقى صعبه قوي خصوصا الشخص اللي هو حاطط ايده على الحاجات ومدرك عنده ادراك عالي عارف انت موجوع من ايه وفي عارف ايه عارف شايف مشهد وحد اللهم لك الحمد والشكر اي كيو عالي فوكس رهيب وهكذا ده بشهاده يعني بشهادات مختومه يعني وانا طفله ده انا ممكن حكايه لك ده حوار كبير جدا 91% يعني ثانويه عامه دي بقول لك جبت 65 ده بركه كده لا 91 والله العظيم في الفصل فقط 91 من غير ما تذاكري ولا دروس خصوصيه يعني. في الوقت اللي هو بتاع ترند الدروس الخصوصيه بتاع جيلي بقى فاهمه فالفكره ان انا لا انا كنت انا يعني مش كنت اي كيو عالي قوي طيب ومفروض ان فتشكي في نفسك في الاخر دي بتكون قاسيه جدا ممكن ده يكون من الحاجات اللي زي ما عندكيش صحاب بعد كل الشغل اللي اشتغلتيه ده وزي ما عندكيش يعني ما عندكيش واحد صاحب لا ليه
رزق، هو رزق اتكتب كده يعني، رزق اتكتب الحمد لله ان انا عندي، ولا بتعرفي ناس تخسرهم، ابويا وامي، رزقي ان انا في ابني، رزقي في فلوس، رزقي في كم مره واحده صاحبتك خذلتك قبل كده، فاهمه قصدي؟ فممكن يكون ده نوع من انواع الرزق. حلو، بس بتصاحبي ناس وبيخذلوكي ولا انت ما بتعرفيش حد اصلا؟ لا لا لا، ده انا بعرف، ده انا بحب، ده انا بصي بدلق يعني، صاحبتي دي بتبقى حياتي اللي هو ممكن عارفه اللي هو اوفر اوفر حب واوفر كل حاجه. بعدين ايه اللي بيحصل؟ يعني بيحصل حاجات، بتحصل حاجات مش حلوه، فانا مش قدها، مش قد الخضه بتاعت الحاجات اللي مش حلوه، فخلاص بقى يعني ما بين الفتره وما بين الحد، ما بين الخذلان والتاني باخد وقت كبير لحد ما اتعافى وقرر ان عادي ممكن بنوته جميله صديقه تخش حياتي. يعني 14 سنه مش متجوزه ومفيش صحاب والشغل التمثيل حد بيقف لك فيه، بس انا كنت شغاله حتى هو حد بيقف لي فيه يعني، كنت يعني عامله سلسله دم في وسط الازمه دي كلها، عامله حاله عشق، عملت مسلسلات برضو في وسط ده. ايوه طبعا، عشان كده ده اكبر دليل للناس قبلك، لان الناس عماله تقول لي ده رزق ده رزق ده رزق، انا عارفه والله انا متضايقه من اللي هو بيعمله، مش متضايقه على رزقي، انا عارفه ان رزقي عند ربنا، انا مخنوقه منه. يعني ده حوار تاني ملوش دعوه بال... لا هي بس فاهمه قصدي، هي طبعا فكره ان حد يبقى بيحاربك دي طاقه سلبيه غير طبيعيه. ايوه، ان تبقي عايشه في حروب انت مش عارفه سببها ايه، يعني انت او حد، مجرد ان تحسي ان حد بيتمنى لك الوحش او الاذيه دي حاجه بتجرح جامد جدا قوي، وبيتكلم مع الناس في ده اللي هو ازاي هنحقق ده بقى على الارض، فاهم؟ فطبعا انت يعني اللي هو لا انتوا يعني بتعملوا ايه، بس طبعا الناس مدركه، بس في ناس بتقول. ايوه، انت بقى في كل ده مش حاسه خالص بوحده؟ لا صدقيني والله لا. عندك صحاب رجال اكتر، اصدقاء يعني؟ لا، انا من انصار ان انا صحابي يكونوا بنات. امال ازاي مش حاسه انك لوحدك؟ مش حاسه اني لوحدي على فكره. انا الناس، في ناس مثلا توب فانز وعارفاهم بالاسم. أيوة، وعارفه ساكنين فين. انا عندي كده، بيعملوا ايه وعيالهم اسمهم ايه كل وأنا حاجه، وانا كمان وعلى كل المنصات بتاعه السوشيال ميديا عارفاهم بالاسم وبيسالوا عليا دول يومين. بيبقوا اصحابك بس. اي انت عارفه ان دول بيملوا الحياه فعلا، ما هم مالين حياتي، واي حاجه يوقفوا لك واي حاجه تضايقك يبقوا معاكي، بيبقى رزق برضو موضوع الفانز ده، حتى لو ورثوا على 4 5. طبعا طبعا. لا عندي لا، عندي 4 5 مليون صدقيني، وانا عارفه يعني، عارفه ان هم 4 5 مليون مش بافور. كان عندي 4 5 مليون بس استخدمهم. لا ده مش عدد الفولورز، ده انا عارفه ان في ناس بعدد كبير زي ده بيحبني ومتاكده جدا. لا الحب حاجه، وان يبقى عندك فانز قاعدين طول اللي بيسالوا عليا رقم برضو حلو يعني 1000 مثلا. والله والله بيملوا عليكي حياتك. طبعا محدش بيبقى متخيل ده. لا لا ده حقيقي، ده حقيقي، وعارفاهم بالاسم وعارفه صورهم وعارفه صور اهاليهم وبسال عنهم وبيسالوا عليا وكل حاجه. امتى رندا البحيري هتتجوز؟ مش عارف، ما اقدرش اقول لك، اصل دي حاجه يعني في علم الغيب جدا. لا انا حاساكي مقرراها ان لا. لا والله يعني مقرره ان لا، زي ما قلت لك بجدد العقد مع نفسي كل فتره، لكن مش قرار ان هو لا طول العمر، لان محدش عارف ممكن يحصل ايه. انا في رندا بتجمعنا حاجات، منها العشق للبلد، عيد الاضحى، وكل سنه طيبه بالصحه والسلام. وكل ما اسال حد من المرضى اقول لهم الدكتوره قالت لكم، يقول لي قالت لنا انطلقوا اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، فري فري فته. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، دايما لما حد يسالني يقول لي ايه، هي ليه الدكتوره بتطلع تقول فري اما هي بتقول ان في الايام العاديه الواحد ما بيقدرش ياكل، ايه الفرق بين اليوم العادي واليوم الفري، اما انا كده كده هنا مش هعرف اكل وهنا مش هعرف اكل؟ ليه بنقول مش هنعرف ناكل؟ ليه انا ما بعملش حاجه اسمها مش هعرف اكل؟ انا بسيبك تاكل اللي انت عايزه، ولكن الكميات بتقل. حلو، ولما بطمنك اكتر كمان يعني. لكن ايه كلمه فري تعني ايه بقى؟ يعني اليوم ده مختلف ان انت هتلاقي فيه دسم وفي زياده في السعرات الموجوده. وعايزاك ما تخافش، انا تاني بطمن بالكلمه، يا جماعه ما حدش ياخد قوي باله من الاكل
نوعه ايه، ان اليوم ده عيد كل اللي انت عايزه فيه، وبرده النتيجه مضمونه، مفيش اي مشكله يعني. مفيش اي مشكله، هيخس نفس الخس. احنا متفقين ان احنا نبقى دايما على التراك، ان احنا مستمرين في اللي احنا متفقين عليه من اول يوم، وبرده انا بضمن النتيجه مع زياده السعرات، مع الدسم، مع الفته، مع الطبق اللي احنا بتاع الصبح بدري ده اول العيد، والغدا اللي فيه فته وفي مقليات وحلويات وحاجات كتير كده، وبالليل تبص تلاقي الترمس ومش عارفه ايه بيتجمعوا، وحتى في ناس بتجيب كحك كمان. فبيبقى العيد يوم حافل. فانا بقى شايفه ان الكلمه دي تطمن الناس، هنعمل ايه يا دكتوره في يوم في العيد دي الكلمه المطلقه اللي كل الناس بتسالهاني، يا جماعه اطمنوا العيد اول يوم وتاني يوم وتالت يوم فري، كل اللي انتوا عايزينه. عنديش اي مشكله خالص. انا بقى الكميات دي سيبيها بقى هي الوحده تشتغل، ان انت هتلاقي نفسك بتبقى بتتمتع ولكن بكميات مقننه، مش انا وانت اللي هنحكمها، انت من جواك بيلت ان. هي بتبص بتتحدى، بتتحدى، بتقول ان في العيد كمان انت هتاكل زي ما انت عايز وهتخس برضه. ايوه هيخس طبعا طبعا، مفيش اي مشكله عندي خالص. النهارده احنا بنطمن الناس ان الاكلات حتى لو زادت سعراتها احنا جاهزين للموضوع ده، فريق الطبي كله عارف المأساة دي. هل انت هتردي على التليفون في العيد؟ عايزة اقولك ان انا الناس في العيد، هو انا عارفة ان الفريق الطبي ممكن يكون بيقابل استفسارات الناس او واتس، عشان برضو هما بيعيدوا، انما انا كده شخصيا الناس اللي معايا عارفين ان انا برد طبعا 24 ساعة. يعني احنا النهاردة مثلا السبت، لو حد اتكلم دلوقتي هتردوا؟ الكول سنتر شغال؟ الكول سنتر شغال. متأكدة؟ ايوة. الصيف والاعياد والحر والحاجات دي كلها والفلوس، تمام، والمصايف واهمها الفلوس، تمام. طبعا الناس بتبقى عايزه تحوش عشان تصيف، تمام، وبتبقى عايزه تحوش عشان تشتري اللبس اللي هتطلع بيه المصيف، تمام، والعيال مخلصه مدرسه فبيخرجوا وبياخدوا مصاريف، فبيبقى حكايه ان انا اخس دي بيعتبروها من الرفاهيه، ان انا هصرف فلوس عند الفريق الطبي وانا عندي التزامات وعندي مصايف وعندي خروج وعندي 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 وعندي، ما استمتع بحياتي. فريق طبي ايه اللي هكلمه عكن على نفسي واحرم نفسي وبخسيت ايه وبتاع ايه، واحنا مسافرين وايس كريم وخروجات وسمك وجمبري ومش عارفه ايه، وحتى لو مش سمك وجمبري هنصحى نجيب الفول والطعميه السخنين وناكل على البحر لا ده احنا عايزين نعلمهم ازاي يستمتعوا بحياتهم. ده احنا كده بنقول لكم ازاي تستمتعوا بجد، ازاي هتلبسي وهتروحي تصيفي، وازاي مش هتعي، وازاي الاستمتاع يبقى صحي وكويس. لا بالعكس، انت ممكن تعيشي حياتك طبيعيه جدا وتلاقي نفسك نهايه المصرف دي في مشكله، في كرايسيس مثلا، السكر فجاه ارتفع، وساعتها هتصرفي فلوس أكتر على المرض. على المرض طبعا، تلاقي نفسك واقعه في مشكله كبيره جدا، وبرده نفس الموضوع هتخسي الاول، ويبقى بلاس كمان ايه علاج الحاجه اللي انت وقعت فيها. يعني انا عايزه اقولك ان فاكهه الصيف كلها بتعمل كرايسيس في السكر، العنب، المانجا، الناس اللي بتندمج قوي قوي، تبص تلاقي ده اكل العنب كتير جدا سكره ارتفع وفي المستشفى. احنا في ناس كتير قوي انا شفتها، انا اشتغلت في مستشفى كتير، فالكلام دوت بصراحه احنا بنقف وبنحد منه. يعني بتبقي انت متعلمه ازاي تفضلي تمشي على دايت بلان، مش هقول دايت بلان، يعني في حوارق او في حاجه بتمشي السعرات العاليه الجامده قوي دي والسكريات الكتير قوي دي، وبتعرفي برضو تستمتعي. ده احنا ازاي بتستمتعي، مش ان احنا هنعاند الاستمتاع. يعني انت هتبقي الصيف بتاعك صحة احسن، الفلوس بتاعتك اتهدفت في صحتك اكتر، وفي نفس الوقت انت احنا اقتصاديين جدا يا استاذ ريهام، يعني احنا برضو ولا حاجة لا نقارن باي تولز من اجراءات. هي قصدها ان هي يعني الفلوس اللي بتدفعوها في متناول الجميع جدا، وما تجيش في اي حاجة، تجيش في سندوتشين انت بتروح تشتريهم او خروجة بتروح تاكل فيها اتنين حواوشي على اتنين بتاع على بلبن فتح في كل حته. ايوه واضح ان احنا عملنا له اعلان غير مقصود. ايوه لا لا لا، هو عنده قوه هائله في الانتشار، صح؟ ايوه طيب انا دلوقتي ممكن نشوف فقره بلبن بعد شويه. انا عايز بصي، انا حاسه ان انا قلت كل حاجه. لا. يعني انا مش هينفع نسكت. انا يعني انا مش فاهمه ازاي يبقى مثلا عندكم نمره التليفون دلوقتي محطوطه على الشاشه وبقول لكم فلانه خست 70 كيلو
وعندنا دكتورة قاعدة قدامنا بتقول ان في العيد لو كلت سمين وكلت 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 فتة وكلت ايس كريم بتاع هتخس برضو، وانت متطلبهمش او انت مش مقرر تغير حياتك او مش مقرر يعني فكرة انهم بيبقوا قاعدين قدام التلفزيون يا ستي ده كلام تلفزيون، دي الدكتورة دي بتطلع في كل البرامج، انا عايزة اقول دي اعلانات. ان انا بقى يجيلي ناس من فرنسا وقاعدين بيتفرجوا عليكي، من امريكا، من الناس اتحركت فعلا، فاللي احنا بنعمله الحمد لله بيؤدي الى ثمار خطيره، وببقى فخوره جدا بالحالات اللي بجيبها والنجاحات اللي احنا بنعملها واحنا اون تراك. بالعكس كل ما بننجح او كل ما بنقدم حالات ناجحه وبلاقي فيه ده انا عندي افورت اقعد اقول لك تاني خس، اظبط سكرك، اظبط صحتك، البطن الكبيره قوي دي بتاثر عمرك، ظهرك اتاثر، المفاصل بتدوب، الميه الكتير قوي على الركب، عدم سجودك، الزعل، كل الكلام ده انا هعرف اخلصه. الكلام ده كله ببقى عايزه اقوله مليون مليار مليون مره، ان نجاحات والناس اللي بتتغير قدامي والناس اللي اعمارها فعلا بتحافظ عليها بسبب ان هي بتقلل وزنها بتديني بوش ان انا اقعد مش 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 ملانه لان اقعد اقول لك لو سمحت اتصل بالفريق الطبي، الفريق الطبي جنبك هنقدم لك افضل الاساليب انك تنزل بيها بطريقه صحيه وسليمه، انك لما هتخس هتطول في عمرك، لما تخس السكر هيتظبط، لما تخس الكوليسترول هيقل، لما تخس مفيش امراض شديده يعني هتخش في حياتك. ده مهم جدا ان افضل اقوله لاني انا مبسوطه بالنجاحات اللي احنا بنعملها. تعرف ان في ناس بتحاربك انت شخصيا؟ انا بتنمروا عليا انا شخصيا، وحطيت لك صوره وقال لك دي دكتوره دايت، وانا بتنمروا عليا. اولا انت مش بالحجم اللي في الصوره ده، يا اما ده فوتوشوب يا اما الفستان متخنك، لان انت مش كده. تنمر مؤذي جدا. بس شوفي رغم ان انا عارفه نفسي ان انا مش بالتخن الرهيب اللي كان على الصوره. انا عايزه اقول لكم سر برضو انا هقوله وايه اجري على الله. هي يعني مش بتخس، او هي ودكاتره تانيين مش معرفتي بيهم ان هم مش بيخسوا عشان في ناس بتحب نفسها مش رفيعه قوي، في ناس بتحب كده. ايوه تمام خلاص. بما ان هي سمنتها دي مش مفرطه، تلبس اللي هي عايزاه، صحتها كويسه، هي بتاخد فيتاميناتها، هي شايفه انها كويسه. او اهمال برضو، خلينا نقول الحق، اهمال برضو، لان انا لما بنوي. بس انت بتحبيش الرفعه قوي. انا بحبش الرفعه قوي فعلا، وانا كنت بعندك قوي لما انت بتنزلي جامد. بس برضو في حته طلعوا قالوا دي دكتوره دايت. هي دكتوره دايت وبتخسس بال70 وال80 وال90 كيلو. شفت قالت لك ايه؟ قالت لك كسل. كسل، ايوه صحيح. انا احب اواجه نفسي ازاي، بقول لهم كسل لما حطوا الصوره كده وقالوا دي دكتوره دايت، ردي عليهم انا عيطت يومين، زعلت جدا. التنمر بيعلم جامد جوه البني ادم وبيكسره فعلا. الكلام ده لازم اقوله قدام الناس. انا مش فاهمه الناس التخينه قوي ال 140 170 180 كيلو بيستحملوا ازاي الكلمه عليهم. انت لما طلعت لك الصوره دي اتضايقت جدا 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 يا استاذه ريهام، وزعلت قوي. مش عشان حاجه، انا حطيت في دماغي اذا كنت انا مش تخينه، انا شايفه نفسي مش تخينه، انا ممكن اكون زايده او عاديه. الناس بتجي العياده الكاميرا متخنه، بس خلينا نقول برضو ان مانيش 140، مانيش 150، مانيش 100 ونطه فوق حاجات رهيبه. والكاميرا في التلفزيون فيها 9 كيلو برضو. وتنمروا بالطريقه دي ودي جرحتني، فما بالك ده لما تاكسي يفوت من قدامه ما يرضاش يوقف له، هو مشاعره عامله ازاي؟ طيب لما هما يسالوكي انت دكتوره دايت وهم شايفين ان وزنك زياده تقولي لهم ايه؟ انا عامه طول ما يعني انا يعني شايفين ان احنا الناس اللي بتجيلي كلهم، اولا ده اهمال، انا لا ما بديش للناس حجه ان هم ما يغيروش من نفسهم ويساعدوا نفسهم، دي اول حاجه. ما تسيبش نفسك الاهمال، ومهما كانت مسؤولياتك شغلت بخصيه الناس، مهما كانت مسؤولياتك ايوه فكر في نفسك الاول، لان في الاخر في الاول في الاخر صحتك مهمه جدا. انا لما خسيت ارتحت، لما بخس ولما بحس ان انا بنزل من المنزل برتاح جدا جدا. يعني انا اكتر واحده اقدر اساعدك لاني انا عارفه ازاي الدنيا تمشي. الموضوع بالنسبه لي ده انا مجربه قبليكوا كمان، يعني مش مجرد مش دكتورة كده. يعني هي الكاميرا فيها 9 كيلو برضو. لا يا استاذ ريم دي ملعوب فيها جدا، الصورة كانت واضحة جدا. ملعوب فيها طبعا. الصورة فيها يعني حد عارف ان انت بتسبورت لي جامد ومعايا وبتدعميني بيحاربونا يعني. وبيحاربوني طبعا 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 طبعا. نجاحنا هائل وبنكسر الاوزان اللي ممكن العمليات ما توصلش تعملها.
حقيقي الكلام ده حقيقي. ايوه 70 و80 كيلو دي ما بتتعملش بالعمليات، الاوزان اللي ما بتتعملش بالعمليات انت بتوصلي لها، فانت محطوط تحت تحت شغلك سبوت رهيب، فليكي حق تتحاربي ماشي. بس برضو ده اهمال مني ان انا اديت فرصه لحاجه زي كده، فهمتني يعني ايه اللي بيتنمروا على البني ادم اللي زاد وزنه مؤذيه، لازم اساعد اكتر، لازم اكون قدوه، لازم انا كمان ابتدي انا علشان ما اديش فرصه وابقى قدوه للي حواليا، وده مهم جدا جدا. وكمان خلتني ابقى عارفه قوي قوي اسهل الحاجات اللي اعملها كمان واسرع الموضوع. 9 كيلو في 15 يوم وانا ممكن اعملها بمنتهى البساطه مع اي حد يكلمني. ممكن تعمليها مع نفسك؟ مع نفسي. اه ما ده اللي انا عملته، 9 كيلو في 15 يوم. خسيتي انت 9 كيلو في 15 يوم؟ ايوه طبعا. يعني لما نويتي؟ ما نويت طبعا حققتي. ايوه هو اهمال. وانا بقول للناس مش طيب لازم. هي انت بتقولي دي دكتور الدايت، هي ردت عليك قالت لك انا نزلت 9 كيلو في 15 يوم. يلا عليكم الباقي، انتوا اللي عليكم الدور. بالظبط. يعني كلمهم، اطلب النمره دلوقتي عشان تغير حياتك وعشان تبتدي حياه جديده وعشان ما تندمش على الوقت اللي ضاع وعشان صحتك وعشان مستقبلك وعشان شكلك وعشان. وشفت قالت لك ايه؟ قالت لك يعني اذا كنت انا كده انت كام كيلو؟ حاجه و70. حاجه و70 كيلو. قالت لك انا اتاذيت جدا من التنمر وصعب عليا الناس اللي 150 160 كيلو. ما الناس بتعمل فيهم ايه؟ مش عارفه ازاي بيناموا بجد، مؤذيه جدا. واحده تقول لها مثلا خدودك دي قافله وشك وتشدها، يعني دي واحده بتعيط لي بتقول لي كده، تقول لي لما كانت صاحبتي تمسك وشي كده وتشده انا كنت ببقى بضحك معاها اروح البيت ما اعرفش انام من العياط، زعلانه. يعني في حاجات من دي فيها مشابهه بقى، ان اب بيفضل مسك البنت رايح جاي، خلصتي اكل البيت، مثلا اخ بيهزر مع اخته، دي التخينه اللي فينا دي اللي بتخلص، حاجات من دي كتير. بيبقى الاسره هي باين عليها ان هي زي الفل ومنسجمه جدا مع الكلام ده، لكن من جواها نار. طبعا بتغلي ومتضايقه ومش عارفه تحل. طب انا جايبه لك الحل، وبقول لك انا مشيت الخطوات دي كمريضه، مش هقول كدكتوره قبليكي، و9 كيلو في 15 يوم. وكمان في ناس وصلت لاحلى احسن مني و110 في 5 6 شهور، 110 كيلو نزول بدون اي ترهلات، بدون اي اعراض جانبيه، بصحه، بزيرو. هقول ايه تاني؟ سايد افكتس، مفيش شعر بيقع، مفيش وش بيبوظ، مفيش ترهلات في الجلد. في بيتك يعني، انا ما طلبتش منك تعمل حاجات خاصه بيا لوحدك علشان توصل للنتيجه دي، ده انت بتاكل اكل البيت الطبيعي والنتيجه بتحصل لوحدها. واقل مستويات فينا في المجتمع واعلى مستويات فينا، يعني انا وصلت للناس بره مصر. وصلنا. واقل مستويات اللي احنا الغلابه قوي يا استاذه ريهام، اللي هم حبايب حياتنا جدا، بسيطه جدا جدا، برضو وصلنا لهم ونجحنا معاهم. فالموضوع مش محتاج منك اي يعني كهل مادي. امكانيات. موضوع بسيط جدا. اتصال. كل سنه وانت طيبه. صحه وسلامه. وكل سنه مصر كلها طيبه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل الدنيا تخس ان شاء الله. دلوقتي الساعه 5 الصبح، و طول عمري كنت بفكر مين بينزل يلعب رياضه قبل ما يروح الشغل، الناس بتنام الساعه كام؟ يعني انا عشان انزل دلوقتي الساعه 5 الصبح الشارع اكيد لسه ما نمتش، ده غلط جدا. ولكن انا نفسي قوي في التجربه دي، ان انا اصحى الفجر بص لنا يا محب كده شكل الهلال، الشوارع فاضية والهدوء والسكون، تحس كده ان انت لوحدك، الدنيا كلها بتاعتك. تنزل و تتمشى تجري تتنطط تعمل كل اللي انت عايزه. طيب مهم يعني ان انا الحركة بركة، وقلت ان حكاية المشي دي لطيفة جدا لو انا عودت نفسي ان انا انام بدري واصحى بدري عشان امشي. والفجر دايما يقولك ايه، بتتوزع الارزاق في اول اليوم في الفجر، الواحد كده لما يصحى بدري ويتوزع الرزق وتتحرك دي تبقى حاجة لطيفة. فانا قلت انا هجري لوحدي؟ لا، قلت لا مش هجري لوحدي، في ناس تطلع معانا في البرنامج تتكلم عن الخصية، فانا هصحيهم من النوم، اجيبهم استدعيهم
عشان يجروا معايا. دايما بتقولي لنا خسوا. ايوه تعالي خسسكوا 10 15 كيلو، فانا دلوقتي بعمل على ان انا بخسسها دلوقتي. يلا هخس وهتتوزن وهتيجي الاسبوع اللي بعديه خسه، ولازم عشان جان تتحرك. مع ان هي الناس لما بتجي لها في الاول ما بتقولهمش العبوا رياضه خالص ولا تمشوا خالص، بس بما انها خست شويه كتير قوي فاحنا هنجرب ان احنا يعني هي بتروح مثلا نصحى الناس ان هم امشوا 5 دقايق امشوا 10 دقايق، فاحنا النهارده انا عايزه امشيها 5 دقايق 10 دقايق. هتجري؟ حاجه ما تجريش ليه؟ تعرفي؟ مع ان بقى لي كتير جدا جدا ما جريتش. انا ما عنديش مشاكل، انا عارفه ان انت بنسات اشتغلت في القناه الجديده وهي حط علينا مسؤوليه قناه جديده ولازم البرنامج يتعرف، ولا ما بنمشي ولا بنعمل اي حاجه. بس اهم حاجه ان زي ما الناس بتقلدك في الفسيخ والاكل يمشوا زي ما حضرتك بتمشينا النهارده. بس انت عارفه ان المشي ده ما ينفعش، لازم نمشي كده. حطوا مسطرات بسرعه بس الدكتوره من ايوه كده هي بتقول 5 دقايق بس. هذه الدكتوره بتزعم بتقول لنا انها بتخسس من 12 ل 15 كيلو في الشهر من غير رياضه ومن غير رجيم، وبتقلل لك معدتك وبتخليك تعمل عمليه تكميم طبيعيه من غير دخول غرفه عمليات. من غير ما اقول لحد كل او ما تاكلش، ماليش دعوه. يعني مش مهم، مش مهم هياكل ايه، مش مشكله خالص. مش مهم، مش هتمنعيه من حاجه، ومش مهم الخمس دقائق بتوع المشي دول الا لما عظمك ترتاح خلاص من الوزن الزياده اللي عندك. يعني هو دلوقتي هيكلمك في التليفون دلوقتي حالا، تمام، هيخس 15 كيلو في الشهر، تمام، وهياكل كل حاجه هو عايزها، ايوه، مش هيتحرم من حاجه، تمام، وهيبقى قرار صائب مش هيندم عليه. لا لا، ده احتمال يبقى معانا حاله تظهر بنجاح ومعاك ان شاء الله. لا طبعا، وهيكلمك في اي وقت هتردي عليه، اكيد، المتابعه طول الوقت، طول الوقت. اجري انا الاول ولا ايه؟ اجري انا لفه كده وبعدين انت ورايا. ايه زي ما جاي يعني انت كنت سباقه في كل هتحس 15 كيلو ومش هتحرموا من ولا حاجه، و بس هي بتنهج ازاي؟ ما بنهجش، انا اكبر منها ب 25 سنه عارفه. وهنعمل ايه تاني؟ واهم حاجه ان انت لما تخس زي انا كده دلوقتي مش هتبقى تعبان. يعني بص انا جريت بس هيقولوا عليا، ما شاء الله الله اكبر، انا اوريدي مشوهه ما شاء الله اكبر. يعني اي ما تيجوا تحسدوا في اي حاجه افتكروا ان انا اتشوهت بعد الشر. انا بعد ما خسيت مع الفريق الطبي انت لونجا ما حصلش خالص ان انا كنت تعبانه او مجهده او زي ما بيقولوا ما اعرفش انزل ما اعرفش اطلع ما اعرفش اعمل. بنجري اهو رايحين جايين ومش حاسين ان احنا حتى بننهم. و انا بنهج يا استاذه مها. ايوه ايوه، ما هي بتنهج عشان هي لسه لازم تخس. لكن انا بكلمكم على ان انا واحده خلصت خسيه، او يمكن نفسي ابقى 58 مش 62، ولكن اهو لما جريت ما تعبتش. دليل الحالات اللي بتجيلنا بتقولك ايوه خسيت 40 كيلو 50 كيلو ودلوقتي بطلع السلم ما بنهكش، بنزل السلم ما بنهكش، بعمل مش عارفه ايه ما بنهكش، ما بتعبش. دي حقيقه وانا ثبتها لكم دلوقتي.
ان انت لما بتخس بتبقى في كامل صحتك، في نفس الوقت بتاكل كل اللي انت عايزه وبتخس 15 كيلو في الشهر. طيب لو احنا اتكلمنا في التليفون دلوقتي وجربنا وحصل ان خسيت 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، مش ده يبقى ربنا رفع البلاء؟ طبعا الموضوع هيبقى سهل جدا واحنا خطوه بخطوه معاهم. ومفيش حد اكلمك جه عندك وما خسش؟ الحمد لله ما حصلتش، كلها ناجحه. واللي بيقول ان هو كلمهم وما خسش ده ما كلمهمش هم، ده كلم ناس نصابه تانيه بتاخد فيديوهاتي وتعلن عن نفسهم. عشان كده الاعلان بيتاخد من على قناه هي او من على صفحتي الشخصيه فقط. طيب لو قلنا دلوقتي ان حد ما بيقدرش يمشي او حد ما بيقدرش يتحرك من مكانه، هل ممكن تعالجيه وتخسسيه 40 50 كيلو من غير ما تشوفيه؟ بقول لك اهو من غير ما تشوفيه، من غير يعني من غير ما يجي لك. يعني واحده دلوقتي بتشوفنا في الاقصر او في اسوان او في القليوبيه او في الغربيه او في سوهاج، او تقدري تخسسيها من غير ما تشوفيها؟ ايوه طبعا، احنا بناخد طبعا بالتليفون بنعرف كل الحاجات اللي الاسئله بتاعتنا اللي بتعرف الصحية. كل الحاله الصحيه والوزن والطول والامراض واقرب تحاليل ليها عملتها، وصفها لشكل اكلها، وصفها للمشاكل اللي مضايقاها بجسمها، عايز تنزل ايه وعايز تعمل ايه. 99% من الحالات كلها بننجح فيها بدون اي مشاكل، بدون اي مشاكل. 99 لما بقول 99% مش بقول 100% كده، 1% كده رفاهية، انما هو اكشلي احنا بنخصص كل الحالة في الجسم. الحمد لله. لازم كل واحد يعرف ان اهم حاجة في حياتك صحتك، والحقيقه دي حاجه انا ادركتها يعني متاخر جدا جدا. عندي مشاكل في معدتي، عندي مشاكل في ظهري، عندي مشاكل في كل حاجه، يمكن عشان ما اهتمتش بصحتي. ودلوقتي النهارده مش بقول اخس عشان شكلك حلو، مش بقول اخس عشان تلبس، مش بقول اخس عشان التنمر، خس عشان صحتك، خس عشان تقدر تتحرك، خس عشان ما تخليش حد يخدمك، خس عشان محدش تقول له تعالى والنبي مش قادر اقوم اجيب كوبايه ميه. لازم الواحد يفضل بصحته ويفضل واقف على رجليه لغايه اخر منفقه. مش قادرة أقول لكم قد إيه ببقى مبسوطة وسعيدة لما يجي لي حالة من الحالات وتيجي تقعد قدامي وتقول لي أنا خسيت 20 كيلو، أنا خسيت 30 كيلو، أنا خسيت 40 كيلو. في ناس كتير قوي ممكن تكون واخدة الموضوع إعلان، ممكن تكون واخدة الموضوع إن القناة فرض عليها إنها تطلع بفقرة بعد البرنامج. لا، أنا الموضوع بالنسبة لي رسالة ان قد ايه ببقى مبسوطه قوي 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 لما تيجي حاجه تقعد قدامي وتقولي اصل اتفرجت على البرنامج خسيت 30 كيلو، اصل اتفرجت على البرنامج خسيت 20 كيلو، 50 كيلو، 60 كيلو، 110 كيلو. عارفين يعني ايه النهارده لما يكون في فريق طب في مصر بيخسس 110 كيلو؟ انتوا متخيلين من غير ما تدخلي اوضه عمليات ولا تخدير كلموا الفريق الطبي حالا فورا عشان تبتدوا حياتكم من جديد، عشان يطلع الفجر اللي طالع ده ونحس بنعمه اليوم الجديد، بنعمه ان احنا عايشين، ان احنا بنتنفس، ان احنا قادرين نتحرك. ايه لازمه ان انا اصحى من النوم مش قادره ولا اتحرك ولا اتنفس ولا البس ولا اعيش ولا اروح مناسبه ولا اي حاجه ولا امشي؟ ايه لازمه الحياه لو صحيت من النوم مش قادره ولا امشي
ولا اتنفس ولا اطلع ولا انزل ولا البس ولا اعمل اي حاجه. في ناس بتخش تخلف، في ناس ممكن يكون بنات صغيرين محتاجين ان هم يبقوا صياعين عشان يتجوزوا، عشان يخلفوا، عشان يبتدوا حياه. ازاي تبتدي حياتك قبل الجواز وانت مثلا 100 كيلو؟ متخيله يحصل ايه لو ربنا كرم الحمل ما اتاخرش بسبب السمنه؟ ممكن بكام كيلو؟ تمشي ازاي وتخدمي جوزك ازاي لو ما كلمناش عن الناحيه الشكليه يعني، او ان جوزك يحبك او يحبك تبقي جسمك حلو او متناسق، او مش هتبقي صياعه قوي، بس على الاقل يبقى جسمك متناسق، ما تبقيش بطنك مثلا كبيره، او ما تبقيش يعني. على فكره انا كنت زيك وعملت كل حاجه في الدنيا عشان احارب السمنه، ولو كنت قابلت الفريق الطبي ما كانش حصل لي كميه المشاكل الفظيعه في معدتي من كتر ما انا لعبت بقى، حطيت حزام وشلت حزام، عملت مش عارفه ايه. يعني لو كنت انا قابلت الفريق الطبي قبل ما العب في معدتي اللعب ده و و و ما كانش حصل لي المشاكل اللي في معدتي. فاذا كان في طريقه امنه، اذا كان في طريقه تخلينا نخس الكيلوهات دي في الوقت القصير ده، يبقى ليه ما تكملهمش؟ ليه ما تبتدوش حياتي؟ يوم جديد وفجر جديد وقادرين نتنفس وقادرين نتحرك. يلا نجري، يلا نجري ونسبق الزمن ونقول لازم نعيش، لازم نعيش، ولازم نعيش واحنا واقفين واحنا بنجري وبنسعى وبنشتغل وبننتج وبنخبط وبننبسط. دي اهم حاجه الوقت. دكتورة هبة بتطلع لوحدها ودكتورة صفي بتطلع لوحدها، وعندها برامج، دي عندها برامج، ويقول لك لا الدكتورة هبة خصصتني اكتر، لا الدكتورة صفي خصصتني اكتر. مين بيخص اكتر فيكم؟ مين اشطر؟ هي مش دي النقطة. تخضموا هو اللي بيخص. انا كسرت المجال. ما فيش حاجة اسمها مين اللي بيخصص اكتر. انت جسمك استجابته ايه للبروتوكول اللي احنا بنتعامل. دكاتره شاطره ودكاتره مش شاطره. لا، وفي كلاينت بيسمع الكلام. قولوا لي بقى يعني مين فيكم عمل انجازات اكتر؟ بلاش مين فيكم بيخصص اكتر. لا انا مش عارفه اقول حاجه، بس هبه شاطره ما شاء الله عليها. لا والله هي مش بتتحسب كده، يعني مش بتتحسب. طب ايه يعني عايزه اقول لك، يعني انت دلوقتي بقالك قد ايه في الموضوع ده؟ موضوع التغذيه بقى لي 4 سنين. 4 سنين. في الاربع سنين اكتر بيشنت عندك خس؟ ده 5 ودي الستة. 5 و5. طيب اكتر بيشنت عندك خس كيلوهات في الخمس سنين؟ 55 كيلو. احمد رمضان كان هو وصل 90 كيلو، كان 100 حاجة و40. 100 حاجة و40. 55 كيلو. والله انت فكرتيني اجيبه. احمد رمضان كان سنه حوالي 19 سنه. اوف. 55 كيلو. مامته كانت مدخلاه بتحشره في البيت. 145 150 كيلو في الرينج ده. 155 19 سنه يا حبيبي، ده تلاقيه كان متعذب. ما كانش بيعرف يمشي، كان في كل حاجه بتتهز فيه. لا نفسيا اكيد كان مرهق. ومشي. تخيلين 19 سنه عنده 150 كيلو بالظبط، وخسه بقى 90. ده من الحاجات بقى اللي بننبه عليها، انك ما تسيبيش طفلك يتخن.
بالظبط. يعني ما بنقول عندك طفل وديه للفريق الطبي، عندهم اللي هيعملوا للاطفال من سن كام؟ 13 من سن 13 سنه من سن البلوغ ولحد 70 سنه لو حالته الصحيه تسمح. وانت بتعرفي طبعا حالته تسمح ولا لا؟ ده اهم حاجه قبل ما اتكلم معاه. نمبر 1 ان انا اعرف البروفايل بيكتشر بتاعه اللي هو التاريخ المرضي بتاعه ايه. كان عنده 19 سنه ووصل 150 كيلو. يعني لو عندك طفل عنده 13 سنه وحاسه ان هو ابتدى فعلا يبقى عنده سمنه، ما فيش بقى يا حبيبي ده كل بوزه يا الله بصي بيدقلك ازاي. انا بستغرب قوي الناس اللي تعمل كده، ان كل ما يبقى تخين كل ما تفرح بيه. طبعا ده مريض سمنه. او تقول لك بص شكله جميل ازاي، شكله جميل ازاي، يعني بتعامله على انه الطفل خافي. انا بقول لكل ام خافي من مقاومة الأنسولين اللي بدأت تظهر في الأطفال، خافي من نسبة السكر اللي بدأت تعلى في الأطفال، ودلوقتي الضغط العالي يعني بدأ. بصي بتوصل لإيه؟ إن مثلا لو في حد ماشي طفل مليان ممكن قوي حد جنبي يقول ايه ده دبدوبه لذيذ قوي، اقول انا سلام القوام رب رحيم ربنا يعافيه يا رب ربنا يشفيه. بصي الثقافه مختلفه ازاي، هي بتقول دبدوبه ولذيذ وبتاع وانا بقول ربنا يشفيه. بس الاولاد بيفردوا، لازم انا احط في عيني حاجه اسمها التارجت والجول، لازم سعراته للنمو تتحسب. كنيوتريشنست او طبيب بيعالج لازم يدي فرصه للطفل ان هو ياخد سعراته اللي بينمو بيها، وغيرنا هو ما وقفش لسه، فبتبقى تركه جامله جدا وبتبقى حاله. انت بتردي على الام اللي تقول لك اصل هو لسه عيل صغير. ليه هما بيقولوا كده؟ انا بقول لك انا دايما بحط نفسي مكان الام قبل ما انا اخد قرار. مش هشوف واحد تخين قوي عنده 7 سنين 8 سنين وانا عارفه ان هو لسه قدامه لحد 13 سنه ممكن يفرد، وابتدي ايه اضغط عليه. ما احنا بنقول من 13 سنه. من 13 سنه انا المفروض عليا ان انا امشي ببروتوكول اللي ان الماده العلميه قالتها لي، ان انا احلل لوجود حالات قدامي بتاكل سكر بالليل كتير قوي، ما التنمر ابتدى يأذيها نفسيا، يعني ابتدت تخش، والجينات لو شكل قلب البيت كله راح في حته واحده، لان في حاجه اسمها تارجت وجول نمو، في سكيل لازم تحسبي نمو هيطول لحد سن قد ايه. احنا بنلاقيهم تخان جدا فجاه في 8 9 سنين، 10 سنين تلاقيه ضرب طوله الضعف وبقى ايه رفيع جدا وشكل تاني اللي هو النمو المفروض. بس انا بتكلم على الشكل التاني اللي هو الخلايا الدهنيه بتبقى باينه. أيوة. بنعمله من 13 فرد سنه ما فردش، لا هو جينات لازم يتعالج. كبير ان هو وراثي. وراثي بالظبط، ويتعمل تلاقي الاب كده والام كده العيله كلها ماشيه كده. اللايف ستايل مش صح. ده اللي بيساعده، اللايف الستايل اللي مش صح في التغذيه هو ساعده. ايوه الخلايا الدهنيه الزياده اللي في جسمه. يعني لو جات لي واحده بنت ومقاومه الانسولين بتاعتها كويسه وزايده 5 6 كيلو، انا بقول لها انزلي العبي تمرين. لو 13 سنه ونموها متاخر وعملت مقاومه انسولين والبيت كله عنده سكر نوع تاني، دي لازم تدخل فورا. الاطفال لازم نبقى يعني حريصين ان ما نعرقلش نموهم، يبقى اللي داخل فاهم ان دول لهم تارجت يكبروا ويطولوا والسنان تنمو. يعني قصدها انها لازم هتنظم له اكله بحيث ان برضه اللي المفروض يدخله هيدخله بالظبط، والمفروض يبقى النمو هيدخله بالزبط. بس ما ينفعش نسكت على طفل عنده 13 سنه واصل 80 كيلو مثلا. ايوه ده خلاص ده مقاومه انسولين يعني سسبكتد. وفي علامات ربنا بيديها بقى، يعني في باتشات سودا بتبقى في الرقبه، في الكوع بيبقى في غمقان، بيبقى في سهر بالليل، في توتر طول الوقت، في فرط حركه، في حاجات كتير بتحصل. وفي نفسيه طبعا ضايعه وتنمر طبعاً. وعدم ما بعرفش العب كوره، ما بعرفش اطلع السلم، ده يخلينا عالج غير التحصيل الدراسي بتاعه بيقل وبيتراجع للورا بسبب الدهون الزايده وبسبب النهجان ومش قادر. كل ما جسمنا بيخف كل ما احنا استجابتنا لكل وظائف الحياه بتبقى اسهل. انا عايزه اقول لك ان انا ابني عنده 6 سنين فجالي اسبوع كده ما بياكلش اي حاجه غير حاجات من بره، عارفه البيتزا والحاجات دي والفاست فود، وانا مش عارفه اوقف الموضوع ده فتخن. أوكي. يعني انا حاسه ان هو تخن. عايزه اقول لك ان هو نايم بالليل بيشخر 6 سنين طبعا، ونفسه سمعاه لدرجه اني رحت للدكتور عشان اعمل له عمليه اللحميه واللوز وخدت ميعاد خلاص. ما طلعش عنده حاجه؟ لا طلع عنده فعلا لوز. هو ما فيش دكتور بتروحي له يقول لك خلاص، لان هم بعد سن معين بعد سن 4 سنين يقول لك اللوز ملهاش لازمه. ايوه طبعا وبيكبر واللحميه بتصغر بالنسبه لحجم وشهم وبتتعالج. فروحت حددت ميعاد، لما لعب رياضه يومين ثلاثه ورجع للتمارين ما بقاش بيشخر بالليل لغايه العمليه. طيب فانت متخيله ان السمنه تاثر على طفل عنده 6 سنين؟ طبعا. كنت هاخد قرار غلط، فاهمه؟ اكيد بالزبط. اكيد صح. دلوقتي هي خسست حد عنده 55 كيلو، انت والله الحالات كلها من بدايتها لاولها دول اجيال بتوعك انت
وانت بقى اللي تقولي انت اكبر رقم شفتيه معانا كان كام. عشان انا ذاكرت 60 مش 110 110 كيلو صورتي معايا انا واحد محمد مصطفى اه صورنا مع بعض وكان في 2 كيلو محمد شربيني محمد اللي هو بتاع شربين منصوره نزل صح فكرة؟ نزل فاكره كان نزل 100 كيلو كان 170 محمد مصطفى منصوره 110 وفي رحاب اللي نزل 80 كيلو بنتكلم على دلوقتي الناس دي اصلا بتوع مش اعلان للفريق الطبي على فكره ده حاجه لازم تتقدر ولازم يتقال برافو لان انا النهارده لما اخسس بني ادم 100 كيلو يعني محمد بتاع المنصوره ده بقاله 4 سنين او حاجه حضرتك عملتي كشف ليه أيوة. وقلتي له اجراء عمليه ممكن نزعه لكم النهارده مع الفقره دي اوريكم محمد اللي خس 100 كيلو ده وبيلعب ضغط وكده بالظبط أيوة. خلاص لا ما انا خلاص بقيت خبره حالات ورحاب وصل 80 كيلو دلوقتي ومي أيوة. وجوزها حضرتك برده مش فاكره 100 كيلو وافضل 4 سنين خاسس ال 100 كيلو ونضر وصحتي كويسه ده انجاز غير طبيعي مش مساله ان احنا بنطلع في برنامج نقول الفريق الطبي ده كويس ويقول لك ايه بيطلعوا في برامج كتير بس احنا صدقناكي لما طلعوا لا هي ملهاش علاقه طلعوا في برامج كتير ولا في برامج قليل هي هذا الفريق الطبي حقق انجازات وحقق انجازات اهو بنقولها مع بعض محمد مصطفى 110 كيلو عندنا مش عارفه رحاب. احمد رمضان 55 كيلو مين تاني ورحاب واماني دي ناس حياه ترزق واماني 45 يعني والحالات اللي بتوع رمضان اللي انا وعدتك بيهم كلهم 18 و15 جروب احنا رمضان لسه بقول لدكتوره هبه ان الناس ما سمعتش كلامنا في رمضان سامة. وضيعت فرصه على نفسها كان زمانهم 50 12 و13 كيلو لا سامه يا استاذه ريهام انا عندي ليكي جروب حلو يعني في ناس مين في مصر يقدر يخسس حد 100 كيلو بطريقه امنه وما يرجعهمش على مدار 4-5 سنين احنا بس ده التكميم الجراحي مفيش حد يرجع بعد 4 سنين مفيش حد تاني بجد ده بجد مفيش حد تاني ودايما من كتر ما الموضوع فعلا فيه ارقام كبيره الناس تبقى فيها نقد انا بيتعرض عليا يطلع معايا دكاتره تخسيس تانيه وبرفض وعشان كده بيتسلقوا على المجهود وبيعملوا فيديوهات وعشان كده بياخدوا فيديوهاتنا وبيحطوها على ناس هتتحبس ان شاء الله ودي اصعب حاجه بصراحه لان دي بتاذينا مين بياكل لا انا بخاف على الناس وبيخس يا استاذه ريهام يعني ببقى طبعا متضايقه ان انا قاعده وفي علبه دواء بتطلع من بقي وعلبه دواء بتطلع من رجلي وحاجات كده لكن اللي بيضايقني اكتر ان انا ما اعرفش الناس دي بتعمل ايه مع الناس اللي هناك باسمي فاهمه يعني طبعا. الناس بتروح على الفيديو بتاعي ثقه فيا وما اعرفش الناس دي بتعمل فيهم والطريقة ايه والطريقه الملتويه تدل على المنتج المخشوش الغير مرصم مرخص النصب انا رد على التليفون مش على التعامل انا الفريق الطبي بتاع ريهام سعيد يعني انت اي بي سي الف بنتي كدابه فازاي اثق فيكي واتعامل معاكي بالظبط الطريقه باينه من بدايتها انت واخد فيديو بتنصبي على الناس باسمي بالظبط ازاي اثق فيكي عشان كده محدش يا جماعه يشوف فقرة زي دي او ياخد معلومة غير من على صفحة قناة هي او صفحتي الشخصية على الفيسبوك اللي هي عليها علامة زرقاء مش اي صورة لي دلوقتي طيب هات لنا بقى كده اشرف النهاردة دكتورة صف زهقت كل شوية لاقي شوكولاتة وفسيخ انا ليا في الحوادق يعني كنت اتمنى انها تدخل عليا بفسيخة بكده بس هي النهاردة ده كشري ده كشري كشري حلو مستشي بقى وايه بسبوسه او ده فوزدو وايه كنافه كريمه كريمه استنوا بصوا دكاتره التخسيس جايبين لي ايه والله العظيم لو وزنهم المره اوبا تشوكليت دي نوتيلا بقى عشان ما تقوليش لا دي تشوكليت نوتيلا ورز بلبن وكريمه رز بلبن بنوتيلا يعني اهو لا نوتيلا اوكي ده نوتيلا أيوة وده كريم كراميل ايوه ده انا طالباه ده وكريم كراميل عشان اخفهم انت هتجيب معانا ولا مش عارف تجيب اي حاجه ده كريم الكراميل طيب وده ايه وده اللوتس ما بحبش اللوتس انا خدوا ده انا لا انا احب اللوتس انا بصي طيب انا حلوه قوي هو ربنا مقسمها كده ازواج ما نتخانقش ولا نتضايق من بعض لا مستحيل مين دكاتره التغذيه وفطحله في نزول وانا ست بكره التخن ولكن احنا قاعدين بقى اجتمعنا على الحلويات بتقول لك ليه بقى جايبه الحلويات دي ليه بقى انا جايبه الحاجات دي دلوقتي عشان انا هل انا مثلا هجيب كريم كراميل
وهجيب كنافه بالفستق وهجيب رز بلبن بالنوتيلا. بص اجرام برضو يعني جايبه كمان انواع ايه بتهزرش على فكره هم اللي جايبينها مش انا على حسابهم يعني مش فاهمه مش كل شيء شوكولاتات شوكولاتات فهل انا لو كلمت دكتوره هبه او دكتوره صفي قلت لهم انا عايزه اكل من الحاجات دي يقولوا لي لا هم بياكلوا ما بيستأذنوش لا احنا اللي بناكل مش هتقولي لا لا مستحيل انا عمري ما منعت نفسي على الحلويات انا موت لو منعت نفسي على الحلويات والناس اللي عندك لو انا مريضه عندك لا لازم هتقولي لي كل خلي بالك نسبه السكر دي بتنشط المخ نسبه معينه من السكر بتنشط المخ بياكلوا بس بيخسوا يا استاذه ريهام ما هم احنا ما بنمنعش يعني في حاجه بس مش هيقدر ياكل كتير بس مش هيقدر ياكل كتير بس برضو في حته الحرق هتلاقيه كل ده اتحرق وكل ده راح هو ايه دي السعاده بقى هي دي حاجات السعاده بصي ما هو ده السيروتونين بدا بقى مش هنقول منين عشان ما يبقاش اعلان مش هنقول منين بس حاسه بايه اخبار السعاده ايه مش انا اللي بطمن على احساسي ماليش دعوه انا عشان انت عارفه هي عارفه اني مدمنه حلويات جبار الحمد لله اعمله بالكيكه ايوان ماشي الحلويات خالص لا بس انت لازم تدوقي يعني لازم برضو تقول لنا الاخبار بس ده اللي انا طالباه ايوه ما انا عارف ماشي كلمتني في التليفون قالت لي انا هجيب من الحته الفلانيه طب انا عايزه كريم كراميل يلا خبر حصري هي بتحب الكريم كراميل لا بحبه قوي بحبه قوي عايزين تدوق لا هتدوق ده سؤال يعني انت حاطه قدامنا الايه انا مستنيين يعني اشاره هتاكل ده وتخس ده بجد عارف الا بتاعت التيك توك دي هتاكل ده ولا هياكلوا ده ويخسوا وانا باكل حلويات في الجو طيب لا مش هقدر بصي بقى يا صفي عايزه انت تقعدي انا عايزه طب دوق بس مش لا دوق ايه دوق بس مش حته كبيره ماشي لا بلاش الكراميل انا هاخد النوتيلا لا رهيبه لا ما دي خليها للتغريب انا اكلت امبارح انا هاخد بقى النوتيلا هو احنا لازم نكمل الحلقه ولا نكمل هي دي الحلقه هي دي الحلقه انا مش عارفه ماليش في الرز بلبن بالنوتيلا لا لا دقيه على ضمانتي خديها لا ما انا عشان ما تقلقش ايه رايك بقى كل حاجه اعملها بالكيك فيري بيوتيفول لا اصل اعملها بالكيك ايوه يعني كيك بالرز بلبن بالنوتيلا مستعديه غيرت رايك حبيت النوتيلا اكتر لا احنا غيرنا فكرتنا عن الشوكولاته اللي بنشتريها لا انت دوقتي ده لا لا بقول لك ده احلى من ده احلى النوتيلا احلى صح طيب دوقي لا امال لو دوقتي اللوتس يعني احنا ممكن نبقى عاملين ريجيم وناكل كده ده بجد بس انت وانت ماشي معاهم مش هتقدر تاكل غير معلقه من ده معلقه من ده ومعلقه من ده احلى واحد النوتيلا احلى واحد انا ما باكلش لوتس النوتيلا رهيب جربي بقى الكشري كده اللوتس ده معلم نشوف ده رايك مش عايزه اضيع ولا لا الحاجات الباقيه لا 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 في ده في شغل وفي ايه عباره عن ايه في كنافه ايه الهبل ده ما احنا مطلعين العلبه يلا يا بلبن يلا حلال عليك حلال عليك ببلاش مش هتصدقوا ان انتوا طبعا ولا لينا علاقه بيه بس احنا كده بنعمل خدمات كده انت بتستحق بصراحه الاعلان رهيب نوتيلا عجبكي بصراحه رهيب طب ايه جواه ايه في بوستاشيو وفي كنافه وفي بقى كريمه من تحت وكيك ده اللعبة ده الكشري ده مشى اي ستريس بقى يا استاذه ريهام اي ضغط نفسي اي حاجه مضايقاكي انت من ده على فكره امبارح تاخدي واحد كنت تبقي جميله 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 والله انا جبت للقطه حصلت مشكله كده انا صورتها بس قالت لي انا قلت من امبارح قلت وبعديها بقى ايه ما ننساش الفريق الطبي برضه يعني الموضوع ما يسحبش مننا لا دوقي لا رهيب اصل ما بيقولوا كشري ما افتكر الكشري لا دوقي هو كستايل ترتيبه قال يعني كشري لا الكوكتيل بتاعه اجتماع لا رهيبه دي كنافه متحمره في الزبده ايوه عارفه كده ايوه هو مش رمضان خلص كاتب من رمضان موجود كل يوم الدنيا حلوه هي من الدنيا حلوه بصراحه طبعا يعني كل سكر
بس ما تتخيلي السكر بتاعها مش مجزع مش زياده قوي. طب انت بقى شايفه انه احلى؟ انا شايفه النوتيلا الدنيا حلوه على الفريق الطبي. لما يبقى عندي فريق طبي هياكلني حلويات ونشويات وبروتين ويخليني اروح عزومات وهاكل ايس كريم زي ما انا عايز واخس من 10 12 كيلو في الشهر وهبقى بتعامل بنضاره شديده. احنا قاعدين قدام دكتورتين دكتورتين بجد مش دكتورتين اسم دكتورتين بجد معهم شهادات يعني دكتورتين خسسوا الناس لغايه 100 و110 كيلو 100 كيلو بدون جراحه 100 كيلو بدون جراحه وبدون تخدير وبدون ترهل بدون مشقة. وبدون مشقه وبدون جوع بالزبط. وبدون حرمان. ادوني سبب ما تكلموش الفريق الطبي دلوقتي تبتدوا معاه وتخسوا وتتخلصوا من ازمه حياتكم من التنمر من عدم وجود اللبس من الصحه الوحشه. يقول لك ايه هنتكلم ونجرب وندفع فلوس والفلوس تروح علينا. وجربنا كتير وما فيش رياضه. ده بدايه للصحه افضل مش مجرد شكل خارجي. اه طبعا الصحه كلها بتتغير. البتاع الكيك او الكريم الكريم شانتيه في شعري لا هي نقطه صغيره كل حاجه بتاكل معايا. طب انا عايزه وعد دلوقتي منكم انتوا الاثنين عشان ما يقولكش ده كلام تلفزيون. تمام احنا هنجيب محمد اللي خس 100 كيلو ده نذيعه بعد الفقره دي عشان الناس تشوفه بقاله 4 سنين خاسس صح؟ اه بيتمتع بصحه جيده جدا. تمام ما تحرمش من حاجه. ده الراجل اللي طلع قالك انا لما خسيت ال 100 كيلو في ميكروباصات كانت بتطلع من المنصوره للقاهره تروح للفريق الطبي بالظبط من كتر ما مصدقوش ان انتوا انجزتوا هذا الانجاز. اذا كنتوا هتستهونوا باللي احنا بنقوله ده ان في 100 كيلو نزلوا من بني ادم كان في قد ايه وقت؟ كان في 6 شهور. ست شهور وبقى وراجل بتاع رياضه وبقى فاتح ترينر يعني فيتنس فيتنس اه وبيعلم الناس يخسس. يعني انت فاكره الموضوع زمان من الحاجات الازمات اللي كنت بتضايق منها قوي ما كنت اعمل حملات سمنه الدكاتره تقولي هاخد 5 حالات بس هاخد 4 حالات بس كنت بحط ايدي على قلبك لان ممكن الدخله دي ما تطلعش ان التخدير صعب على عضله القلب وعلى 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 وبعدين المعدات اللي بيستخدموها غاليه جدا فكنت اقعد اقول لازم تخسي ولازم تعملي وبعد ما خلص الحلقه ضميري انبني جدا اقول وانا قاعده اضغط عليهم كده طب هيخسوا ازاي اما هما العمليه ب 100,000 جنيه 120,000 جنيه لما تكون في واحده قاعده في قريه ولا في نجع على قد حالها وبسيطه وعايز تخلص من تخنها ده ما تضغطيش يا ريام قوي كده لانها مفيش في ايدها حاجه تعملها. الموضوع مش مشكله ماديه بس ده مشكله يعني قدره بدنيه مش كل واحد. لما انا ما كنتش اعرفكم وما كنتش اعرف ان في ناس بتنزل بالاوزان دي بالنسبه لي مفيش غير العمليه الجراحيه بالظبط خلاص. فدلوقتي عندنا ناس بتتعامل معاكي حتى لو انت فين من غير ما تتحركي من مكانك وبتخسسك وبتكلمك وبتبقى صاحبتك وبتخلي بالها منك بطرق اقتصاديه وبتمرضك وبتقف جنبك وبيحكي لكم ساعات اسرارهم وخانقوا من جوازاتهم وكده. الموضوع بقى طبعا صح. انا جوزي هيطلقني يا دكتوره على طول يعني قبل ما تطلق جوزي هيطلقني وجوازاتهم كلهم بيحبوهم تاني. وفي ناس بتطلق اه انت فاكره الحاله اللي جاب لها ورد قبل فاكره الحاله اللي جاب لها ورد وانت قلتي اشمعنى ما جابليش انا انا جات لي واحده طلقها وجات خست رجع لها تاني ايوه ده حقيقي وجاب لها ورد اه ايوه يا ابراهيم طب انا يعني ما يعني لو الخلفه اتاخرت هتخلفي لو جوزك متضايق مش هيبقى متضايق لو في خلافات بينكم بسبب التخن وده بيحصل صحتك انت سيبك من الناس صحتك انت هتبقى حاجه تانية وهتعيشي حاجه تانية خالص وهتاكلي كريم كراميل ايوه وهتاكلي نوتيلا وكل حاجه كنافه. انت بتاكلوش ليه عشان ما يبقاش دكاتره التخسيس طلعوا قالوا حاجات حلوه على الهواء؟ لا ما خلاص كلم خلاص انا ما انا هاكل خلاص هي جديده علينا في موضوع الاكل. طب والله انا اكلت لا انا اكلت على فكره عايزه تحتفظ برونقها قدام الناس بس والله بجد بشهد ربنا والله والله انا لسه متبعه وبادئه مع نفسي البروتوكول من امبارح. طب هقول لك حاجه بقى البروتوكول مديني احساس بالشبع. السبت الجاي هتتوزني انا وهتقف يا انت كام على الخبر
لا يعني حلو يعني وزن 80. انا على فكره ما بوزنش خالص، انا بحس بنفسي لو حاجه بدات تزنق. انا سافرت بره شويه وكان البلد مليانه حلويات ودست فيها وما اخدتش. هتتوزني الاسبوع كام؟ فبدات من امبارح عشان كده مش قادره. هم بيوزنوا الناس كلها، انا هوزنهم الاسبوع الجاي. انا هوزنهم مش هم بياكلوا لي حلويات. انا هوزنهم لان في ناس كتير قوي تقول لك ايه، يعني شفت هي قالت ايه؟ قالت انا ابتديت ومش قادره واخس مش قادره ادوس. في ناس كتير قوي تقول لك ايه، بتروح مثلا الدكتور بتاع جراحه جراحات سمنه صح، تلاقيه مليان قوي. دكتور ما بيعملش عمليه لنفسه ليه؟ اه ما بيعملش عمليه لاهل بيته ليه؟ بالظبط. فانا بنبسط لما بيطلعوا يقولوا احنا ابتدينا، احنا تخيلنا، احنا عملنا. السمنه في كتاب كده قريته بتهجم على اي حد في اي وقت باي سبب ودون اي سبب وبسريعه جدا، ويجب وجود حل بسيط لضربها بلا فخر. انت دكتور بتهجم على اي حد في اي وقت، هتلاقي نفسك قاعد على الهوا بتهجم عليه. السمنه ولا الحلويات؟ فلازم يبقى في حل سهل سلس ناخده والدنيا خلصت. ولا اكني سامع اي حاجه. ايوه يا استاذه ريم ده حقيقي والله. يعني انت قاعد في بيتك عادي، لقيت اكلات حلوه ظهرت بتاكل، نسيت نفسك ووصلت للي هي عايزاه. فيعني لما يوم بوم كده ايه المشكله يعني؟ لا بس ما قدرتش اكل، ما قدرتش اكل اكتر من يعني فرقه. هتعمل ايه طيب؟ يعني الاكل حلو يعني. في ناس كانت بتقعد على اطباق زي دي تخلصها. انا واحده بعد ما تمشي مع الفريق الطبي، لا هتعمليه زي ما عملنا كده، انزل لنا كده هتاخدي معلقه من كل حاجه وانت مش قادره، ولا هي قادره يعني مش بنستعبط، مش قادرين فعلا حرفيا. هو ده اللي انا كنت عايزه اثبته النهارده، احنا مش بنكذب والله العظيم. بس انا اكلت اكتر واحده فيه. يعني انا فعلا انا اكلت معاك، انا اكلت اكتر. لا كلنا اكلنا، بصوا كلنا مثلا انا اكلت كلنا واحدة اكلنا فيه. من دي ما قدرناش نكمل نصها قبل كده، قبل ما اتعامل معاكم اكيد انتوا قبل برضو كنا ممكن نخلص 2-3 عادي. لان هو الطعم بيشد وبيجذب فبيأكل، ده الطبيعي حلويات مع مع الناس. برافو على التخسيس ولا على الاكل؟ لا على الحلويات. الناس دي بتخسس في شهر 12 كيلو، بتخسس بطريقه امنه جدا 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 بنضاره عدم ترهل، وبتقعد سنين